الجدل يقول مش مكتوب في الكتاب. في واحد من زمايلكم تطوع خيرا وكذا. نعم. اللي هيتكلم يا ولاد حط رده. خلاص. اللي هيتكلم كلمة حط رده بره. هنتكلم عن جنرال رول اوف ذا تشيست. الجنرال رول الورق بتاعه واحد من زمايلي كتب، انا شرحته وهم كتبوه راي، بس هو كتبه وبيصور دلوقتي عشان ما تقعدوش تكتبه، مفهوم ولا لا؟ فركز معايا ما تكتبش حاجه. اوكي. الجنرال رول بتاع الشيست، اي موضوع في الشيست لما تيجي تتكلم عنه هنتكلم الأول على الديفينيشن. الديفينيشن في أي تشيست ديزيز إنك تحول الاسم اللاتيني إلى جملة إنجليزي. إنك تحول الاسم اللاتيني إلى جملة إنجليزي بمعنى بلوس يعني inflammation of the definition. حولت الاسم اللاتيني الى جملة انجليزي. بونكوجينيك كارسينوما مالجنت تيومر ان ذا لونج، ده الديفينيشن، انك تحول الاسم اللاتيني الى جملة انجليزي. بلورال افيوجن كولكشن اوف فلويد في البلورال سهل، انا بترجم الاسم الى جملة انجليزي بس، مفهوم ولا لا؟ ده الديفينيشن، انك تحول الاسم اللاتيني الى جملة انجليزي. الاتشارج في معظم الشيست ديزيزز، في معظم الشيست ديزيزز الايتيولوجي بيتقسم الى، في معظمهم بيتقسم لبرايمري وسكندري. الايتيولوجي في معظم الشيست ديزيز بيتقسم الى ايه؟ برايمري وسكندري. كلمة سكندري معناها كلمة سكندري اكستنشن فروم ذا سراوندز. يعني ايه اكستنشن فروم ذا سراوندز؟ بصوا لي هنا. دي لونج. دي بلور وده تشيس وول ريبس ما بينها مصر، وهنا في طرفان، هنا في اوسوفيا اكبس والتراكيا والبونكار، وهنا الهارت، صح ولا لا؟ سي سي ان احنا هنتكلم عن بلوزي. يعني ايه بلوزي؟ يعني انفلاميشن هنا في البلور. ممكن انفلاميشن في البلور يبقى جاي من اللي حواليها، يعني ممكن يبقى جاي من تشيس وول زي اوستيومالايتس او مايوسايتس يعمل انفلاميشن في البلور. ممكن يبقى جاي من لونج، لونج ابسس نيمونيا عامل انفلاميشن في البلور. ممكن يبقى جاي من الهارت بيريكارديتس. على فكره المنطقه دي اسمها ميديستايلر، المنطقه اللي في النص دي اسمها ايه؟ ممكن يبقى جاي من ميديستايلر زي بيريكارديتس او اوسوفيشيال تيومر عامل اريتيشن البلور. ممكن تبقى جاي من تحت من سبفرينيك ابسس او اميبيك ليفر وعامل اريتيشن البلور. فكلمة سكندري معناها اكستنشن فروم سكندري، مفهوم ولا لا؟ من ضمن اسباب البلوزي مثلا، من ضمن اسباب البلوزي حاجه اسمها سيستميك لوبس. هل السيستميك لوبس اكستنشن من سيرونيز؟ غلطوا. بناء على ايه؟ مفهوم ولا لا؟ مين مش فاهم؟ مين مش فاهم؟ يبقى سكندري معناها اكستنشن من؟ برايمري از نوت اكستندنج من سيرونيز، مفهوم ولا لا؟ يا دكاتره ده الايتيولوجي. بعد ما بنتكلم عن الايتيولوجي بنتكلم على الباثولوجي. والباثولوجي بيختلف من ديزيز للتاني. هنتكلم بعد كده على كلينيكال بيكتشر. في كلينيكال بيكتشر. في كلينيكال بيكتشر هنتكلم على السيمبتومز. بصوا لي يا ولاد. في اي تشيست ديزيز في سيمبتوم ثابتة. كل تشيست ديزيز بتعمل تيست.
وكلها تعمل chest pain وكلها تعمل constitutional manifestations. يعني ايه constitution؟ fever headache mayonnaise anorexia اللي هي فاهم fever headache anorexia mayonnaise دي اسمها constitutional manifestations. وكل chest disease تعمل cough. يبقى دول يحصلوا ايه؟ all chest disease. بس خد بالك الكف في منها دراي وفي منها برودكتف. دراي يعني ناشف يعني مفيش سبيوتر. اللي يعمل دراي كف اي ديزيز بيبتدي بكلمه بلور. اي ديزيز ليه علاقه بالبلور بلوريسي بلورال افيوجن. اي ديزيز ليه علاقه فين؟ الكف بتاعته. لان يا ولاد لو في انفلاميشن في البلورا الفلو بيجمع في البلورا ساك ما يطلعش بره. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ امتى الكف تبقى برودكتيف؟ لو مشكله في البونكس او الانفيولار. لان لو في انفلاميشن في البونكس اعتقد السبيوتا بيطلع لبره ولا لا؟ لو في مشكله في الانفيولار السبيوتا بيطلع لبره. واضح؟ اي مشكله في البونكس او الانفيلاي كاف تبقى ايه؟ لو قلت لك بونكايتس بونكيكتس بونكوجينيك كارسينوما بونكر ادينوما كوريك بونكايتس اي ديزيز في كلمه بونكس الكاف بتاعته تبقى ايه؟ مفهوم؟ طيب في حاجه ثانيه هيموبسيس ويزيس. الهوبسس والويزز عشان نقولهم لازم الديزيز يبقى فيه كلمة بونكس. كلمة هوبسس يعني ايه؟ دي كاف بلاد. واكيد البلاد هيجي منين؟ اكيد جاي من بونكس مش كده ولا لا؟ ويزز يعني ايه؟ سنه بيصفى وبيزيق ده معناها نار وبونكار. يبقى لازم الديزيز فيه كلمة بونكس. يعني لو قلت لك بصوا لي هنا يا ولاد نيومونيا فيها موبسس ويزز؟ نط عليا. بلوريس بونكايتس بونكوجينيك كارسينوما معاه ولاد ولا لا؟ انترستيشال فايبروسس لا لازم الديزيز يبقى في كلمه بونكس عشان تقول يا موبسس او ويزز. مفهوم ولا لا؟ بعد كده في سيمبتومز اوف كوز سيمبتومز اوف كومبليكيشنز. يلا يا ابني انت اهو حد يقول لي السيمبتوم اوف بلوز ديس 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 كونستيتيوشنال لايك اوف ينفع دول سيمبتومز اوف سيمبتومز اوف. حد يقول لي سيمبتوم اوف بونكر ازمة ديس نيا تشست بين كونستيتيوشنال برودكتيف مفيش لكن في ويز سيمبتومز اوف مفهوم ولا لا؟ اسم الديزيز تجيب سيمبتومز. واضح؟ دكاترة واضح. نيجي بعد السلايدز في جنرال وفي لوكال. هنبتدي باللوكال اكزامينيشن. في لوكال اكزامينيشن هنعمل لوكال اكزامينيشن. اللوكال اكزامينشن زي ما انتم عارفين اللي هو اكزامينشن للنار. هنعمل انسبكشن وبالبيشن وبالكاشن وسكالتيشن. هنبتدي بالانسبكشن. كلمة الساعة ولاد في الانسبكشن كلمة الساعة سمول اس. كلمة الساعة في الانسبكشن ايه؟ الاس الاولانيه الشيب اوف ذا تشست. هنبص على سن العيان معرض ولا لا؟ ممكن تلاقي بلش او تلاقي ريد ايه اللي يعمل بلش؟ يا ميه يا هوا. يعني ايه ميه هوا؟ ميه يعني بلور افيوجن معرض ولا لا؟ هوا
انفيزيما او نيوموثوركس. مفهوم ولا لا؟ دكاتره اللي خلي تشيست يبلج ايه؟ يا ميه يا هوا. لو الانفيوجن هي ميه والهواء انفيزيما اور ايه اللي يعمل ريتراكشن؟ يا فايبروسيس يا كولابس. فايبروسيس اور كولابس. بصوا كده لو ما فيش ولا واحد من دول الشيء بيبقى نوم. مفهوم ولا لا؟ لو ما فيش ولا واحد من دول الشيء بيبقى ايه؟ مفهوم يا دكاتره؟ مفهوم. واضح؟ ده الشيء الام موفمنت. يعني ايه موفمنت؟ بصوا هتقول العين ياخد نفس وتبص على سن. المفروض بوث سايدز يتحطوا قد بعض. معاه ولاد ولا لا؟ بوث سايدز الاثنين بيتحركوا قد بعض ولا لا؟ معايا؟ في اي تشيست ديزيز، اي تشيست ديزيز، في اي تشيست ديزيز هتلاقي الموفمنت على الافكتد سايد ريستريكتد. يعني تلاقي الافكتد سايد موفمنت فيه اقل من الجنب الثاني. مفهوم ولا لا؟ ففي سطر ثابت دايما هقول موفمنت از ريستريكتد اون افكتد سايد. موفمنت از ريستريكتد اون افكتد سايد. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ دايما الموفمنت از ريستريكتد اون على بعد كده الايه؟ ايبكس. ايبكس بتاع الهارت. انت مش خدت في الكارديولوجي ان انت بتبص على الايبكس ولا لا؟ يعني تشوف الايبكال بلسيشن ولا لا؟ لو عندي هنا بلورال افيوجن او نيوموثوركس هيزق الايبكس فين؟ الاوبوزيت. بص هنا لو عندي بلورال افيوجن او نيوموثوركس هنا يزق الايبكس فين؟ الاوبوزيت. لكن لو عندي فايبروسيس او كولابس يسحب الايبكس تو ذا سيم. معانا ولا لا؟ يبقى لو عندك فايبروز او كولابس يسحب الايبكس تو ذا سيم سايد اوف ذا ريجن. لو عندك بلور افيوجن او نيوموثوركس يعمل ايه؟ شيفت تو ذا ايه؟ مفهوم ولا لا؟ يعني عيان عنده تشيست ديزيز لقيت الموفمنت هنا ريستريكتد يبقى الديزيز هنا ولا لا؟ ولقيت الايبكس هنا يا كولابس يا فايبروز. لو عندي هنا موفمنت ريستريكتد مع ولاد ولا لا؟ ولقيت الايبكس بقى هنا. مفهوم ولا لا؟ دكاترة واضح؟ ال ليت انسايد بقول لك ايه؟ مش توزيع مشاريع ولا يعني. ال ليت انسايد ليتنس سايد لا مش هينفع كده. شمسية تومر شمسية عظمتك ولا كيف حد يعزف له؟ مين عايز حد يعزف؟ ليتن سايد اسمها ليتن سايد. وبعدين بقى قلنا الايبكس ال ال ليتنز سايد ال ال اسمها ايه؟ دي مش هنجيب سيرتها في ديزيز واحد اسمه بلورال افيوجن وساعتها هشرحه اللي هو النهارده ان شاء الله. لما نتكلم عن بلورال افيوجن هقول لك يعني ايه ليتنز. مش هنجيب سيره السايد دي غير فين؟ غدة ولاد بدل ما اقلب عليك. ليتنز سايد هنجيب سيرتها فين؟ مفهوم ولا لا؟ هشرح يعني ايه في الدور دي. الاس سكين
السكين بتاع الشست. هبص على السكين بتاع الشست ليه؟ السكين اوف الشست مي شو ايفيدنس اوف ذا كوز. بمعنى عيان عنده بلور افيوجن. يعني ايه بلور افيوجن؟ مش ميه، فلويد في البلور ساك. ولقيت عنده في الشست ستاب وون، يبقى ده هيموج. مفهوم ولا لا؟ انا عنده بلور افيوجن، يعني في فلويد في البلور ساك. انا مش عارف الفلويد ده ايه، بس وانا بفحصه لقيت ووند في الشست، يبقى كيف الفلويد ده بلد، يبقى يمواج بلور افيوجن. معايا؟ واحد عنده ويزس ولقيت السكين بتاعه فيه اكزيما الرجي، يعني يبقى كده بونكر ازمه. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ السكين ممكن يشو ايفيدنس اوف اندرلاين ده الانسبكشن. مفهوم ولا لا؟ كلمه السبب في الانسبكشن ايه؟ بعد كده هنعمل بالبيشن. لما العدد عايز يخف يعني ممكن اطول شويه. بالبيش 3 تي 3 بي. ال 3 تي تراكيا تندرنس تاكتايل فوكال فيمنس. ناخدهم واحده واحده. انتوا عارفين التركية فين يا ولاد؟ في الميدل لاين. التركية فين يا ولاد؟ لو عندي هنا بلوال افيوجن او نيمو تاكس، السؤال فين؟ اوبسايد ولا لا؟ لو عندك فايبروز او كولابس شيفت تو ذا سيم زي الاكس. معايا يا ولاد ولا لا؟ التي الثانية تندرس. التي الثانية امتى العيان يبقى عنده تندرس؟ يعني امتى لما احط ايدي على التشست الاقي بيتوجع؟ لو في مشكلة في البلور. لو في مشكلة فين؟ بلور. في انفلاميشن في البلور. خد بالكوا ده. اللانج از نوت سنسيتيف تو بين. اللي سنسيتيف للبين هي بلور. يعني انت لو قطعت في اللانج العين ما يحسش، لكن البلورا هي اللي سيستم للبين. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب يبقى تندرس، انت يبقى في تندرس وده عاده موجود في كل تشيس ديزيز. واضح؟ نيجي بقى للتي في اف. يعني ايه تي في اف؟ تاكتايل فوكال فيمنس. يعني ايه؟ بصوا هنا هات شوية هنا عصام. مين تاني ما خدش؟ العيان يقول أربعة أربعة. هيقول إيه؟ أربعة. ولو هو راجل أجنبي 99 44. عشان تعمل فايبريشنز على العين. واضح؟ تاني يا ولاد هتقول العيان إيه؟ أربعة. يقول مش أنت اللي هتقول أربعة أربعة، هو يقول أربعة. العيان يقول أربعة أربعة.
العالم الاولى اربعه بص اللي هيحصل في فايبريشنز هتبقى في الفوكال كورد صح ولا لا؟ لما العالي يقول اربعه هيعمل فايبريشنز فين؟ الفايبريشنز اللي في الفوكال كورد هتتنقل عن طريق الهواء في التراكية وبعدين البونكاي لغايه ما توصل الى الالفيولاي وانت حضرتك كدكتور هتحط ايدك على الشيست بتاع العيان هو بيقول ايه؟ حط ايدك على الشيست بص كده انا العيان بص الدكتور هيحط ايده على صدري انا هقول اربعه اربعه بص الدكتور هيعمل ايه؟ بص الدكتور هيعمل ايه؟ اربعه 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 مفهوم ولا لا؟ الدكتور عمال بيحس السمع في كل الاجزاء ولا لا؟ وبيقارن الناحيتين ببعض. ايه الفكره؟ لما اقول 4 4 الفايبريشنز هتمشي من الفوكال كورد للتراكيا والبونكاي والالفيولاي وتوصل لايدك فتحس على ايدك رعشه. يعني تقول 4 4 وحط ايدك. في هتحس فايبريشنز. جاتش كراميلا اللي بيقول اربعه اربعه لغايه دلوقتي يا حبيبي خلاص اللي برافو ايه رايك اكتب اسمك على السبورة في بلد قاعده بلد هتحس فايبريشنز مش كده ولا لا؟ اللي خدوا منكم ثانويه عامه عارفين ان السوليدز بتوصل احسن من الفلويد والفلويد احسن من الجاز مدارس البيئه معروف ان المواد الصلبه واصله جيده للصوت اكتر من السوائل والسوائل اكتر من الغازات مدارس الانجلش سكول السوليدز احسن من الفلويد والفلويد احسن من الجاز مفهوم ولا لا؟ توصل الفايبريشنز هو ايه؟ الهواء تخيل لو انا خليت في الالفيولاي في ميه لو خليت الالفيولاي فيها فلويد الكوندكشن يبقى ايه؟ احسن ولا لا؟ احسن الفلويد صح؟ هتلاقي الفايبريشنز اعلى بيقول لك ايه بقى؟ التاكتايل فوكال فيمتس بيزيد في الثلاثه سي اللي هما ايه بقى؟ السي الاولانية كونسوليديشن، يعني ايه كونسوليديشن؟ يعني نيمونيا. الكونسوليديشن يعني ايه يا ولاد؟ نيمونيا معناها الالفيولاي مليانة انفلاماتوري فلويد. التكتايل فوكال فيرمتس عالي، مفهوم؟ مفهوم. العالي اللي عنده نيمونيا الالفيولاي مليانة انفلاماتوري فلويد ولا لا؟ توصل الفايبريشنز احسن ولا لا؟ معاها دكاترة؟ السي الثانية كافيتي اللي هو لونج ابسس السي الثانية كافيتي اللي هو لونج ابسس لو عندك ابسس مليان باص ولا لا؟ والباص از السي الثالثة كولابس لو الالفيلاي بقت كولابس ما فيهاش هواء هتبقى سوليد صح ولا لا؟ لما الفيلاي بقت ايه؟ كولابس يعني فضيت الهواء اللي فيها بقت سوليد معاها الهد ولا لا؟ توصل احسن يبقى ايه اللي يزود التكتايل فوكال فيرمتس؟ التلاتة سي اللي هما كونسوليديشن كافيتي وكولابس كافيتي وكولابس التكتايل فوكال فيرمتس بتقل in all other chest disease بتقل فين؟ فور اذر تشيسيز ما عدا ديزيز واحد اسمه بلوزي في البلوزي التكتايل فوكال فيرمتس از نور يبقى التكتايل فوكال فيرمتس كام احتمال؟ ثلاثة يا اما ايه؟ زيد فين؟ فين يلا؟ ثلاثة سي اللي هم كونسوليديشن كافيتي بتقل فور اذر تشيسيز ونورمال التكتايل فوكال فيرمتس هي اللي بتراقبوا بيها بتوع الجراحه ولا بتوع البطن؟
بتوع الجرح يقول لك بتوع البطنه بتوع اربعه اربعه. وبتوع البطنه بيتلاقوا على بتوع الجرح بيقولوا عليهم كزارين. واللي بيتلاقي على الاثنين هو ايشيو اللي هم اعظم مع ايه؟ تواضع الشديد. اعظم دكاتره في العالم مع التواضع الشديد. البطنه والجراحه دون عوامل مساعده. ماشي؟ بصوا معايا تاني يا ولاد. احنا بنتكلم دلوقتي على البطيش. في 3 تي. 3 تي. 3 تي. والله هيطلع الريفلكس وهم موجودين. ولا هيفرق معايا. وساعتها هتبقى كارثة. انتوا صمام الامان بتاع العقل والله العظيم. دانيال بالبيشن 3 كام؟ 3 ايه؟ والله العظيم حاسس الطب على فكره دي اخر سنه ليه؟ والله ما بهزر. خلاص. معايا بتايم. فانتوا اللي لازم تطلعوا كويسين اكتر دفعه. وإلا ورب العزة هتضحك. إلا ورب العزة هتضحك. مش هتعدي من تحت إيه. يا هتضحك يا هتطلع الدور. بلاش حل، مفيش وسط السنة دي. بياحة بياحة. فبصوا هطلع عينك. أخي عهدي لازم يبقى عهد نضيف. ما تبقاش زبالة. البابيش 3 تي التركية تندنس سبع هوايات التركية تندنس تختار فوكال فريمتس. التلاتة دي بالسيشنز بالبابل غونكاي اوروب بالب ابو المهم. يعني ايه الكلام ده؟ بصوا لينا يا ولاد. اول حاجه بالسيشنز. فاكرين ايبكس انا علقت عليه بالانسبكشن ولا لا؟ الايبكس علقنا عليه بايه؟ بالانسبكشن. انا علق عليه بالبالبيشن فتحط ايدك على الايبكس. صح؟ اه. تحط ايدك على الايبكس. لو عندك فايبروزز او كولابس هيبقى شيفتد سامع يا ابني. لو عندك بلور انفيوجن او نيومو دوكس يبقى شفت فين؟ الطرق. يبقى شفت التوب؟ اوف سايد اوف ذا ريجن. نيجي بقى للبلبا برونكاي او لا. يعني بص يا بصوا لي هنا. هتقول لي عايز ياكل نفس وانت تحط لك على سن. ماشي؟ لو انت حاطط ايدك حسيت الفايبريشنز بتاعت اربعه اربعه بس من غير ما العيان يقول. يعني حضرتك حسيت نفس الفايبريشن بس من غير ما العيان يقول اربعه اربعه. حسيت فايبريشن. دي اسمها بامبا بولونكاي. دي اسمها ايه؟ يعني العيان حاطط ايده على سيبه هو اللي ياخد نفسه. لو حسيت فايبريشن رعشة تحت ايده دي اسمها بامبا بولونكاي. هو ما بيقولش اربعه اربعه مفهوم ولا لا؟ معايا؟ دي علامة إن في مشكلة في البرونكس. دي علامة إن في مشكلة فين؟ فالبالبا بلونكاي ما تقولهاش إلا لو اسم الديزيز فيه كلمة برونكس. البالبا بلونكاي دي علامة إن البرونكس ضيقة. فالهواء وهو معدي فيها بيعمل فايبريشنز. مفهوم ولا لأ؟ طيب لو حطيت إيدك على سن العيان وقلت له خد نفس. حسيت فيه حاجتين بيحطوا تحت ايدك. زي بالظبط. بص هناك كده. وقف ايدك فوق الورقه. بص لو انا حركت الورقتين على بعض بص. اسمع حاجه بتحط تحت ايدك ولا لا؟ معايا؟ ده اسمه بالبابول ايه؟ رب. رب.
دي علامة ان في مشكلة في البلوغة، ان التوليس والبلوغة بيحكوا بعض، مفهوم ولا لا؟ معايا؟ دي علامة ان في مشكلة في ايه؟ يبقى البلبة والغط ما يتقلش الى لو العين عنده مشكلة في ايه؟ معايا؟ اخر حاجة بلبة والنوفة. يعني ايه بلبة والنوفة؟ بصوا لك، حط ايدك كده، خد نفس طلع، خد نفس طلع. لو خدته بين ايدي الاثنين بيكسبان بنفس المقدار ولا لا؟ واضح؟ تعالى ده لو لا قدر الله حد عنده تشيست ديزيز هتبقى الموفمنت ايه؟ هتبقى الموفمنت ايه؟ ريستريكتد اون ذا افكتد سايد. ففي اي تشيست ديزيز الموفمنت از ريستريكتد اون افكتد سايد، فالبلبة والموفمنت بتبقى ريستريكتد اون ذا افكتد سايد. هتفهم حاجه؟ يبقى البلبشن ايه يا اولاد؟ بس خلنا بقى واحنا داخلين على امتحان. تاني يلا بلبة بول سوري البلبيش، البلبيش هو يبقى ايه؟ 3 تي 3 تي تاكتايل فوكال، تاكتايل فوكال 3 بي بلبة بول جاي اهو بلبة بول. بعد ما عملنا انسبكشن وبلبيش هنعمل بنكشن، هنعمل ايه؟ نورمالي اللونج از ريزونانت، نورمالي اللونج از عارفين الريزونانس والضرب؟ مش ابتدت عمل؟ مع ولاد ولا لا؟ نورمالي ذا لونج از ريزونانت. امتى اللونج تبقى ضرب؟ امتى تعمل بنكشن تلاقي اللونج ضرب؟ بصوا ولاد في الفنكاشن بنلاقي اللونج ضل في التلاتة سي زائد فلور افيوجن. يعني في الكافيتي كولابس وصلي ومعاه فلور افيوجن. امتى اللونج تبقى هايبر ريزونانت يا ولاد؟ هايبر ريزونانس لو في هواء زياده هي لونج نورمالي ريزونانس. امتى تبقى هايبر ريزونانس؟ لو في هواء ايه؟ زي انفيزيما او نيموثوركس. انفيزيما او دخلوا لونج فيها هايبر، مش كده ولاد ولا لا؟ كاركاترا. طيب ده بيكاش. نيجي بقى لو مفيش حاجه من دول يا ولاد هيبقى نوم، مفهوم ولا لا؟ معايا؟ لو مفيش حاجه من دول هيبقى ايه؟ نورمال. هنعمل اوسكالتيشن. حط السماعة. بصوا يا ولاد، في البني آدم النورمال لما تحط السماعة تسمع الانسبيريشن كله وتلت الاكسبيريشن. بص كده، أنت سامع إيه؟ انسبيريشن كله إيه؟ وتلت. ده في البني ادم ايه يا ولاد؟ نورمال. البني ادم ايه؟ نورمال. تسمع الانسبيريشن كله وتل الاكسبيريشن. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ لو سمعت الانسبيريشن كله والاكسبيريشن كله بيسموها هارش فيزيكال. اسمه ايه؟ البني ادم النورمال بيسموه نورمال فيزيكال. ده يسموه ايه؟ هارج فيزيكال. ان انت تسمع ايه؟ كل اسبايش كل اسبايش. فاهمين ولا لا؟ واضح؟ تسمع الاسبايش كله والاكسبايشن
كل ده اسمه ايه؟ اسمه جديد فيزيكولار ولونج اكسبيريشن، بيسموه دلوقتي فيزيكولار ويد ويد ولونج اكسبيريشن. ده ولاد عشان يسمعوا لازم اسم الديزيز يبقى فيه كلمه بونكس، لازم اسم الديزيز يبقى فيه كلمه بونكس. بونكيا ازمه، بونكايتس، بونكيكتسس، بونكوجينيك كارسينوما، بونكيا الادينوما. مفهوم ولا لا؟ النوع ده من الاسبايشن عشان تقولوا لازم يبقى اسم الديزيز فيه كلمه لان النوع ده بيحصل مع النار بونكاي. النوع ده من الاسبايشن بيحصل معاها والنوع ده هتسمع معاه ويسس، صوت صنفار. بص كده انت سامع الاسبايشن كله، الاسبايشن كله بس فيه صوت تزييف او تصفيف، دي علامة طار بونكس. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ عشان تقول النوع ده لازم الديزيز يبقى فيه كلمة برونكس. سامع ولا لا؟ برونكس. واضح؟ ممكن نسمع الانسبيريشن كله والاكسبيريشن كله بس يبقى فيه بينهم بوز، مسافة كده. بص معايا في بينهم جاب، ده كان عامل كده. بص ده كان عامل كده، ما كانش ليه، لكن ده في ايه؟ النوع ده اسمه بونكيا بريدنج. اسمه ايه؟ وبيحصل مع الثلاثة سي كافيتي كولابس كونسوليديشن. طب هو ولا لا؟ دكاتره واضح؟ النوع ده بيتسمع معاه كريبيتيشنز اللي هو صوت الميه وهي معدله في مش صوت بقلاله يعني. بص كده اسمعوا كده، الجاب فيها كريبيتيشن. مفهوم ولا لا؟ دكاترة دخلت اللي جاية مصيبة. النوع ده هنسمع الانسبيريشن كله والاكسبيريشن كله بينهم ايه؟ ومعاهم كريبي بس بيبقى معاهم حاجتين كمان، ايجوفوني وويسبرينج بيكتيرولوجي. اهو انت بتسمع معاهم كمان ايجوفوني وويسبرينج بيكتيرولوجي من مصراوي بكتيريكوي، من انجليزي بكتيرولوجي، بالعربي بتوصي بيه. تاني يلا العيان ده بتسمع عليه كمان ايه؟ بكتيرولوجي بكتيرولوجي. ترنوف وايجوف. بصوا لي انا ولاد ركز معايا، يعني ايه الهباب اللي انا بقوله ده؟ بصوا لي فيها، بصوا لي هات هنا العيال اللي عنده 3 سي، العيال عنده 3 سي بيوصل الساوند احسن ولا لا؟ اه تخيل لو في ابسس هنا، ابس على ناحيتي معايا؟ انا عيان وعندي ابسس هنا. بص معايا هتعمل ايه؟ تقول العيان يقول 4 4 بصوت واطي، وانت هتحط السماعة على صدرك. بص ايه هيحصل؟ هتحط سماعتك على صدرك هتسمع وهو بيقول 4 4 بصوت ايه؟ بص نفس السن 4 4 4 فجأة صوت ايه؟ على الابسس. صح ولا لا؟ الابسس بيوصل الساوند فيسموها ويسبرينج همس بكتيرولوجي امبليفيكيشن، تضخيم، تضخيم الصوت الهامس. مفهوم ولا لا؟
دكاترة العيلة عنده بونكر بيدي هيبقى عنده كريبي وعنده ويسبرينج في التولوجي. في حاجة كمان يبقى عندهم الجفن. يعني ايه الجفن؟ بصوا لي هنا الجوفري معناها نيزل تون اوف فويس. يعني ايه؟ مش كده الابسس هنا مش كده؟ دكاتره الابسس هنا هنقول العيال يقولها بقى بقى بصوت ايه؟ واطي. بص حط السماعه امضع امضع هتسمعها صوت عالي مخنف صوت عالي ومخنف قال عليه ايكوفوني نيزل تون اوف فويس مفهوم ولا لا؟ مش هتسمعها عاليه وبس هتسمعها كمان مخنفه نيزل تون اوف فويس واضح؟ رواق معايا؟ يبقى في كام نوع من بريدنج يا اولاد؟ في نورمال فيزيكال ده اسمه نورمال في هاش بيسموه فيزيكرا والبرونت اسبايش ده بيحصل في ديزيزز اللي فيها كلمه برونكس بوكس يبقى معاها ويزز. في نوع الثالث اسمه سوري بونكيان ويد وده بيحصل مع ايه؟ ده تسيبه بيبقى معاه كريبي وايكوفوني ويسبنج بيتورك. لو عندك بلويزي بقى لو بلوغه بتحط بعض نسمع حاجه اسمها بلوغه الغب تسمع الصوت كده يعني حط ايدك في بعضها ده الصوت طب هو ولا لا؟ بلوغه الغب واضح؟ زي صوت ايدك وهي بتحط بعضها بالظبط ده اسمه بلوغه الغب مفهوم ولا لا؟ كده احنا عملنا لوكال اكزامينيشن عملنا انسبكشن بالفيشن بالفيشن فاضل الجنرال اكزامينيشن هنلاقي سايز اوف ذا كوز وسايز اوف كومبليكيشن خلاص بقى سايز اوف اندرلاين وسايز اوف واضح هنعمل انفستيجيشنز اولا على فكرة عملت لك ورقة تشيس كله 11 ورقة برضه عملت لك الفلويز والفلويد انفيوجن والنيوموثورس اللي هي بلورا والبونكر ازمة والسي او بي تي في 11 هما في الكتاب عندك في 40 معايا؟ موجودين بره اللي عايزهم اوكي؟ بصوا لي هنا بقى هنعمل ايه يا ولاد؟ نعمل عجين الفلاح هنعمل ايه انا نعمل انفستيجيشن تشيس في ثلاث مجموعات من الانفستيجيشن لاب راديولوجيكال وانسترومنتال اي تشيس ديزيز في ثلاث مجموعات اللاب هتعمل بلد تاخد عين الدم وهنبص على عينه من السبيوتا ونعمل تيست اسمه تيوبركلين تيست عشان نشخص بسم الله ما شاء الله هنشخص شخص بيه ايه؟ بسم الله ما شاء الله كده الموضوع خلص تيوبركلين تيست عشان نشخص ريديولوجيكال بسم الله ما شاء الله الله اكبر انا متشيس اكس راي جي تي يا لهوي ايه ده؟ اقوم الورقه ورقه يلا يا خباء ولازم تقوم الورقه عشان تقول اكس راي مش اكس تي انسومنت ممكن اعمل بونكوسكوب
انصاب. ممكن نعمل حاجه اسمها ريسبيراتوري فانكشن تيست زي ما هنعرف بعدين ان شاء الله. ممكن ناخد بايبس من البلورا مثلا او من البونكاي لو شاكك في البونكوجينيك، لو شاكك في تيومر لازم تاخد بايبس. يا ولاد واضح؟ ده اسمه انسترومنت. واضح؟ Now the treatment. اي ديزيز في الدنيا مش بس الشيست ديزيز، اي ديزيز في العالم علاجه الاول بيبقى سيمبتوماتيك، انك تعالج السيمبتومز. معايا ولاد ولا لا؟ اي ديزيز في الدنيا بعالج الاول ايه؟ سيمبتوماتيك. سيمبتوماتيك هعمل ايه؟ لو عنده فيفر هديله ايه يا ولاد؟ انتي بايوتيك خيطات الحاره زي الباراسيتامول بنادول. معاه ولاد ولا لا؟ لو عنده بين هديله انرجيزك زي باراسيتامول. مين قال مورفين؟ استنى انت قلت مورفين بقى؟ مين قال مورفين؟ خلاص مش هكتب. طيب انت حددت لي واحد عنده ضوء برد مورفين شد الكوريا بس. على فكره ربنا ما بيسامحش. مورفين عيان عنده ضوء برد؟ لا، هنديله بنادول، حاجه شبه المورفين كده. بنادول مستورد. مش عارف ليه متخيلك بطاقيه وقاعد قدامي في الدنيا اقول لك بنادول مستورد. انا لقيت عادي لقيت ما فيش افكت في الكول مستورد. اخدت يا عم لك زي واحد جاي مصاب من معهد سكرتاري مش له. على فكره ولاد الكبارات الكليه دلوقتي انت كبير كليه يا ابني يا ابني. سنه اولى المعفن ما يكلمكش اهو. سنه اولى ده معفن ما تبصلوش اساسا. يقول ده معفن. يوم ما يجي يكلمك يبعت لك حد من الثالثه. بص يا سيدك عظمتك ممكن يا سيدي رسومه. انت بعدين بلاش مخدرات. انا جيزي للبين. لو عنده كف لا على حسب النوع. لو كف دراي تدي انتي تصل زي مثلا الجوافه. في دواء في السوق اسمه جوافه ولا؟ دواء جوافه مخ ومع عسل. فيري افكتيف انتي تصف. من ضمن الحاجات الانتي تصف لبان المخي، لبان الضغط. بيسموه حب البان عندكم او لبان الحب. اللي هو لبان الحب اللي هو الابيض. بيتخلي هو طعمه موت. بس انتي تصف رائع. رائع. الكلام ده عشان تقوله للناس لما يسالوك بدل ما انت ازاي خيبتها. يجي لك بواب ولا نيله يقول لك عندي كحه تقول له ما اعرفش. اتنقي الاعراف الحاجات دي عشان تتنقي تكتب له دواء. بدل ما يمنظرك يبقى معنى بينا الموت. لكن لو كاف برودكتيف تدي ميكوليتك او اكسبكتد زي دواء اسمه بايسلفون وفي توبريكسيل واكسبكتيل. لا هو ده اللي انا ماشي. توبريكسيل اكسبكتيل وبايسلفون. واضح؟ مفهوم ولا لا؟ دي احسن اكسبكتد في السوق. بعد ما تعالج سيمبتوماتيك هتعالج سبيسيفيك تريتمنت اكوردنج تو ذا ديزيز وهتعالج الكومبليت. قبل ما ابتدي بقى في نقطه عايز اعلمها لكم هتنفعك كل حاجه ان شاء الله. تنفعك السنه دي والسنه الجايه في الجراحه والنسا اللي اسمها احلى. بص معايا كده كلكم بتكرهوا حاجه اسمها كومبليكيشنز وبتكرهوا حاجه اسمها ديفرنشال دايجنوز لان في حفظ الاسامي كتير وانت مش عارف هي جت منين. مش كده ولا لا؟ كومبليكيشنز لاي ديزيز في الدنيا. كومبليكيشنز لاي ديزيز في الدنيا ثلاث حاجات. لوكال دامج تو ذا اوجن ولوكال سبريد
وديستنس سبريد. الكومبليكيشن بتاعت اي مرض في الدنيا لوكال دامج تو ذا اورجن ولوكال سبريد وديستنس سبريد. لوكال دامج تو ذا اورجن لوكال سبريد. ادينا مثلا حد منكم يختار لي اي مرض من الرمض او الاي ان تي. مين قال تراكوب؟ حلو تراكوب. عايزين نعمل لوكال دامج. لو فاكر التراكوب كانت بتعمل فايبروسس في الايلتس صح ولا لا؟ اللوكال سبريد ان التراكوب ممكن تعمل كونجكتيفيتس في الاي نفسها. ده لوكال سبريد. ديستنس سبريد ان هي كانت بتوصل للوينر تشاكت عن طريق بلس 3 مش كده ولا لا؟ غير اي مرض ده؟ ما خدتوش رمض ولا اي تي؟ جلوكوما. مين قال جلوكوما؟ جلوكوما لوكال دامج للاي كانت بتعمل بلايندز صح ولا لا؟ لوكال سبريد كانت بتعمل لك هيدك صح ولا لا؟ ما تعرفش جلوكوما بتعمل هيدك ولا لا؟ الديستن ده الجلوكوما معروفه يا ولاد ان هي بتعمل دامج للاي وساعات كان بيحصل ريليس الانتيجنز صح ولا لا؟ كان ممكن يحصل سيمباثيك اوفثالمايتس اي حاجه اي ان تي ايه؟ تونسيلايتس كوينسي كوينسي از تونسيلر ابسس زي تونسيلايتس ما تسرعش ولا ما تقعدش في اي سي يو اوعى تقعد في اي سي يو ياكلك ويطلع عضلك التونسيلايتس كانت بتعمل لوكال دامج كانت بتعمل بيريتونسيلر ابسس ايوه صح ولا لا؟ كانت بتعمل بيريتونسيلر ابسس لوكال دامج لوكال سبريد كانت بتعمل فارينجيتس ولارينجيتس حتى كان في بوست نيزل دريب صح ولا لا؟ ديستر سبريد تعمل روماتيك فيفر تعمل جلومينوفايتس اي كومبليكيشن هتتحط تحت التلاته. لو انت ليك سيستم في الحفظ مش هتنسى حاجه طول عمرك. مشكلتكم ان انتوا اللي بتاخدوه بتنسوه ولا بتفتكر فيه حاجه لانك كنت بتصمه زي ما هو وكنت بتغمض عينك والسمع شكل صفحه. ما كانش فيه سيستم في الحفظ خالص. لا لازم يبقى فيه سيستم يعرفك انت بتتكلم عن ايه. اي اورجن الكوميونيكيشن لوكال دامج لوكال سبريد ديستنس سبريد. الديفرنشال دايجنوستس اي ديزيز في الدنيا الديفرنشال دايجنوستس بتاعه هو الديفرنشال دايجنوستس اوف سيمبتومز والديفرنشال دايجنوستس اوف ساينز. اي ديفرنشال دايجنوستس في الدنيا هو رقم واحد ديفرنشال دايجنوستس اوف والديفرنشال دايجنوستس اوف والديفرنشال دايجنوستس اوف تايبس والديفرنشال دايجنوستس اوف كومبليكيشنز. واضح؟ الديفرنشال دايجنوستس اوف سيمبتومز Differential diagnosis of signs, differential diagnosis of types, differential diagnosis of complete. حد يقول لي اي مرض وانا اقول له differential diagnosis. Diphtheria. Diphtheria. Differential diagnosis of symptoms. Diphtheria can be the tongue, white coat. You also remember. يتلخبط مع ايه؟ مع التونسيلايتس. مع المونيليسيس. صح ولا لا؟ دي ديفرنشال دايجنوز اوف سايز. السيمبتومز الدفتيه كان بيشتكي بسور ثروت يبقى تشوف لي ديفرنشال فروم تونسلايتس صح؟ التايبس كان في دفتيه لوكالايز وكان في سيستميك بتعمل باراليسيس صح ولا لا؟ تشوف لي ديفرنشال فروم ايتش اذر. والحاجه الاخيره ديفرنشال دايجنوز اوف كومبليكيشنز اعتقد الدفتيه كانت بتعمل اسفيكسيا يبقى تشوف لي ديفرنشال فروم اذر كوز اوف اسفيكسيا وكانت بتعمل موتور باراليسيس بلبر سيمتومز ما تشوفيش في شيء في اذر كوزز اوف باراليسيس غير جود جود اللي هو جاستو سوفيجير ريفلكس ديزيز العيال كان بيشتكي بهارت بيرن يبقى تشوفيه ديفرنشيتد فروم اذر كوزز اوف تشيست بين زي انجايت ماكارد انفكشن ذا سيمتومز صح ولا لا؟ السايت
العيان اللي عنده جاس اوسوفجيال ريفلكس عنده ولا لا؟ ما كانش عندها سايت سنوري، ما كانش عندها مصاري، ما فيش سنوري، بس هو ما يعملش سنوري، سنوري معاك دي اسمها اودنتوفاجي. تاني يا ولاد السيرتو كان بيشتكي بهاد بيرن ولا لا؟ يبقى other cause of chest ما كانش فيه سايت، لكن كان فيه تايبس. الجاس اوسوفجيال ريفلكس كان سببها هايتس هرني صح ولا لا؟ كان سببها مايلويد اوبستراكشن ويترا ابدومينال بريشر معانا ولا لا؟ الديفرنشال دايجنوز اوف كومبليكيشنز كان الجاس اوسوفجيال ريفلكس في الاي ان تي بيعمل بايلت اوسوفجس كانسر اوسوفجس مش كده ولا لا؟ اسبيريشن نيمونيا وكان بيعمل نكتونا الكف يبقى لازم يتفعل ممكن ازمه ولا احفظه بالطريقه دي ما تنساش حاجه طول عمرك يفضل الطب ماشي معاك في دماغك زي كده انتوا بتحفظوا زي كده انا متاكد انا بس بجرس خدوا بالكم يا ولاد السنين اللي جايه لما تبقى سبيشاليزد هتلاقي اللي انت كنت بتعمله السنين اللي فاتت ده كان لعب عيال يا ولاد لما تحطوا قدامك تكست بوكس 3 صفحه وتخش الامتحان ما انتش ضامن ان يسالوك فيه بره 6 3 اقسم بالله انا ما بهزر التكست بوك ده يقول لك ده البيزك اللي لازم كلكم تبقوا عارفينه لكن لما نتكلم في الكيمياء دي لازم سيادتك تبقى قاري البيبرز الموست ريسنت مش التكست بوك بس مش هخش اسالك في التكست بوكس تبقى صعب ده اسالك على اخر البيبر طلع في الموضوع اخر كلام جديد في الموضوع انت مش عارف احط لك بايب اقول لك خلاص مفيش دكتوراه تعالى لي بعد 16 الدكتوراه بتتاخد بعد 8 و9 مره في ناس بتصرف في واحد عارف صرف الدكتوراه 16 مره ما شاء الله اه بيخش طب اعمل ايه؟ اه يس خدوا بالكم اللي انتوا فيه ده لعب عيال ابوس ايدك ما تدوا نفسكم اللكشري انك تفتكر ان انت يعني اه الواد مضغوط يا ضناي وتعبان ده ايه؟ يقول لك كفايه النهارده كده كفايه كده انا عملت كتير عملت ايدك مستير خير ده انتوا اللي مدفوع فيك والله ما يخليك كلام طول الليل اقسم بالله اللي مدفوع فيك لو عندك دم هتنام اما انت ما عندكش دم عايزين نتكلم على بلوز اول موضوع في بلوز وما بين المصر وده الدايفراج
ده الاسوفي هاكس. وده الهارد. ممكن البلوس يبقى جاي من تشيست زي اوستومالايتس مايوسايتس فاكتشريب عامل اريتيشن للبلورا. ممكن يبقى جاي من اللنج ابسس نيمونيا اونكوجينيك كارسينوما اي مصيبه عامل اريتيشن للبلورا. ممكن يبقى جاي من ميديا ساينا بيري او اوسوفيجيال تيوم صح ولا لا؟ ممكن يبقى جاي من تحت سافيريك ابسس او اميدك طيب لا مش موجود انا مش هقول خليك معايا ورا سافيريك ابسس وامامك ليفر ابسس دول ايه يا ولاد؟ ردوا عليا اتكلم على البرايمري اللي هم نوت اكستنشن بومس رامز اثنين انفكشن واثنين انفلاميشن واثنين تيومر واثنين كوفر. اثنين ايه؟ انفكشن واثنين انفكشن. اشهر انفكشن كان بيضرب البلورا زمان كان تي بي. دلوقتي فيروس اسمه كوكساكي بي. زمان كان تي بي دلوقتي كوكساكي. الفيروس اللي اسمه كوكساكي بي بيضرب البلورا يعمل بلوزي ويضرب البيكارديوم يعمل بيكارديتس. مع ولاد ولا لا؟ ويضرب البريتونيوم يعمل بريتونيتس. ممكن يعمل حتى ارثرايتس. اللي وصف واحد اسمه بين هولم فسموها بين هولم ديزيز. اسمها ايه؟ بين هولم ديزيز. بين هولم ديزيز ده كوكساكي فيروس ضارب البول اسمه بين هولم ديزيز. يبقى اشهر انفكشن اولاد كان زمان ايه؟ دلوقتي اثنين انفلاميشن. الانفلاميشن الاولاني كولاجين ديزيز سيستميك لوبس روماتويد. مع اولاد ولا لا؟ الانفلاميشن الثاني اسمه فاميليال ميديترينيان فيفر. حد سمع عنه؟ انا عارف ان هو الميديترينيان يعني حب الحوض اه بطل الحوض فاميليا ميديترينيا فيفا ديزيز اوف انون كوز بيضرب الناس اللي في منطقه حوض البحر الابيض بيحصل لهم في وقت معين من السنه بلوز او بيكاردايتس او بيتونايتس معاها فيفا فاميليا ميديترينيا فيفا هنتكلم عنه لسه بالتفصيل يا ولاد في الروماتولوجي. ما تكتبوش حاجه. هنقوله بالتفصيل في الروماتولوجي ان شاء الله. ده ديزيز بيضرب سكان منطقه الحوض البحر الابيض المتوسط. بيجي لهم في وقت معين من السنه. فيفر بلوزي بيتونايتس او بيكادايتس. يقال ان هو جينيتيك بس انا مش مقتنع. ما هو جينيتيك معناها ان منطقه الحوض البحر الابيض المتوسط الجينز اللي بينها مشتركه. يعني احنا شبه بتوع ايطاليا ازاي يعني؟ انا بروح ليبيا نفس فرنسا اكيد ما فيش جنس مشتركه بينهم وبينهم اكيد ما فيش خالص في حاجات احنا حاجات تانية خالص دفن مفهوم ولا لا؟ يقول لك لا ليهم جد مشترك الجد ده خلي في اتنين واحد راح في اوروبا والتاني جه هنا. واضح اللي جه هنا كان الاسم. ما علينا بس هناك في جينيتيك ارث. اثنين تيومر. ايه التيومر اللي يضرب البلورا؟ قال لك لوكيميا ولينفوما هي ماشيه على طريق الدم هتوصل البلورا. لوكيميا اور التيومر الثاني اسمه ميزوثيليوما. سمعت عنه؟ ده بيحصل مع العينين اللي عندهم اسبستوس يا ولاد. ميزوثيليوما بيحصل مع العينين اللي عندهم ايه؟ اللي بيشتغلوا في المصانع
مواسير بس اسبستوس يا ابني خربت كده عينين الاسبستوس وعينين السيليكوزس اللي هما بيشتغلوا في مصانع الازاز والسيراميك. الازاز والسيراميك خدوا بالكم يا اولاد، خدتوا بالكم ان يقول لك مصر تصدر السيراميك الى دول العالم؟ مش كده ولا لا؟ صح. احنا اللي بعتنا السيراميك لمطار طوكيو، مطار طوكيو كله سيراميك مصر. تفتكر اليابانيين قطع مش عارفين يعملوا سيراميك؟ امال ايه بقى؟ السيراميك تصنيعه محرم دوليا لانه كارسينوجين للعمال. احنا في سوريا بنصنعه، احنا فينا العالم، احنا فينا كبني ادم شبابنا، فينا الكبني بتاع اي حد في الدنيا، عشان لما يتقعد في الكبني يقول لك عمار يا مصر. حاجه فعلا حزنه. على فكره السيراميك بيتصنع في اسبانيا وفي ايطاليا بس اغلى بكتير. ليه؟ العمال بياخدوا فلوس كتير جدا وعليهم تامين صحي بشع، مش عشان الكواليتي بتاعته احسن، لا السيراميك ماسك احسن. الايطالي غالي الاسباني غالي عشان بيدفعوا للعمال مبالغ مهوله، لان يعني العامل بيتعرض لريسك عالي جدا وهو عارف. لكن اني واي اللي بيشتغلوا في الاسبستوس او السيليكوسس بيجي لهم تيومر اسمه ميزوثيليوما، هايلي مالجنت، اكستريملي مالجنت، اكستريملي مالجنت، جزمه مالجنت بعنف. نيجي بقى للاثنين كفته. يعني ايه اثنين كفته؟ يعني لا انفكشن ولا انفلاميشن ولا تيومر، ما لهمش تصنيف يعني. ايه هما بقى؟ بص رينال فيلير، عيان الرينال فيلير الوية في الدم عالية صح ولا لا؟ عيان الرينال فيلير ما بيجيبش بول، الوية في الدم عالية. الوية العالية في الدم بتدور على حتة تخرج منها، انا مش قادر تخرج في البول، تخرج في البلورال فلويد، تعمل لك بلوزي، تخرج في البريكارديال فلويد، تعمل بيري، تخرج في البونكيال سكريشنز، تعمل لك بونكيال ازمه يسموها يوريميك ازمه، تخرج في السلايفا فتخلي واحد بق العيان بول يونيفرس اوردر. مفهوم ده ولا لا؟ العيان عنده رينال فيلير الوية مش قادره تخرج في البول، تروح على حته تخرج منها بقى، تخرج في البلوال فلويد، في البيكارديال فلويد، في السلايفا، في البونكاي، مفهوم ولا لا؟ اي سكريشن بيطلع بتحاول تخرج من الجسم، مفهوم ولا لا؟ دكاترة؟ اه. الحاجة التانية الكفتة، خيلوين، الريديشن. واحدة عندها كالسي بريست وبتاخد راديو ثيرابي. طب ما الفلو راح بتعرض الريديشن ولا لا؟ بتعمل انفلاميشن في الفلو. فالتاني الكفتة الويميا والريديشن. واضح ولا لا؟ واضح. يبقى البرايمري كوزز اثنين ايه؟ اثنين انفكشنز، اثنين انفلاميشن، اثنين انفكشن واثنين واثنين ايه؟ اثنين. بصينا هنا بقى كده اتكلمنا عن الديفينيشن والهيتشارج. الباثولوجي تافه، في انفلاميشن في الفلورا هتبقى انفلتريتد باي انفلاماتوري سيلز يا ليمفوسايتس يا ليمفوسايتس حسب الكوز، مفهوم ولا لا؟ ده الباثولوجي. يلا هات بقى كلينيكال بيكتشر سيمبتومز. لا انا مخنوق. يلا هات سيمبتومز. ديسبي جيست ايه وكاف كونستيتيوشنال مانيفست الكاف ينفع هيموفس زويسز؟ سيمبتومز اوف. بس في حاجه احنا اتعودنا كلمه بين لازم نعملها اناليسيس مش كده ولا لا؟ اي كلمة بين هتقابلها لازم نعملها اناليسيس. وقلنا في الاناليسيس لازم نتكلم عن الكوز والسايت والكاركتر وايه اللي يزود وايه اللي يقلل وريديشن وديوريشن. مش كده ولا لا؟ في الدرس ايه سبب البين؟ ان التو لايرز اوف البلورا بيحطوا بعض
احنا عندنا تو لابس فيسكال وبايت، عارفين ده ولا لا؟ هيحبوا بعض، نتيجه الانفلاميشن يحصل فين انفكشن ده بالبين السايد اكيد على الافكتد سايد. انا عندي بلوز يمين البين يمين، بلوز شمال البين هيبقى شمال، مش كده ولا ايه يا ولاد؟ السايد هيبقى على الافكتد سايد. الكاتر بتبقى ستيتشنج وستابنج، فاكرين يا ولاد انجينا؟ قلنا ليفر ستيتشنج مفهوم ولا هنا ايه؟ ستيتشنج وستابنج. ايه اللي يزود البين؟ ديب اسبايشا او كف، لو انت هتاخد نفس جامد او كح البين يزيد. ايه اللي قلل البين؟ هولدنج بريدنج، يعني قلت العيان وقف نفسه. بصوا يا ولاد، قلت له ايه؟ قلت له ايه اخبار البين؟ قال لك راح، يبقى دي بلويز. وراح دي علامه بمليون جنيه. ليه بقى؟ لما يجي لك عيان في عيادتك ويقول لك انا عندك عندي وجع في صدري يا دكتور، ممكن يبقى دول برد وادي له انتي بايوتيك بشيلن واروحه، وممكن يبقى انجينا ولا لا، ولازم اوديه مستشفى. التست ده يفرق لك بالاثنين. لو قلت له وقف نفسك، قلت له ايه اخبار البين؟ قال لك البين لسه موجود. روح المستشفى اعمل لي رسمه هزه، خلصت. طب ولا لا؟ لو قال لي لا البين راح، بنادول روح. شايف الفرق قد ايه بكلمه؟ مفهوم هنا ولا لا؟ الكلمة وضح. الحاجة الثانية فين بيسمع فين؟ بصوا لي يا ولاد، بصوا معايا يا ولاد، الجزء ده بيسموه دايفراجماتيك بلورا. الجزء ده بيسموه ايه؟ دايفراجماتيك بلورا، يعني الجزء بتاع البلورا اللي على الدايفراج. في جزء ميديال وجزء بسم الله ما شاء الله لات. الجزء اللاترا من الدايفراجماتيك بلورا سبلاي باللور انتركوسا نيرفز، باللور انتركوسا نيرفز سبلاي لاترا بار. معاه ولاد ولا لا؟ فلما يبقى في انفلاميشن في اللاترا بار البين يسمع في الابر ابدو والابيجاستيا، لان اللي هو انتركوسال نيرفز بتسبلاي الابر ابدومن والابيجاستيا. مفهوم ولا لا؟ لو في اريتيشن اللاترال بارت اوف دايفراجماتيك بلورا البين يسمع في الابر ابدومن والابيجاستيا، لان الحته دي سبلاي باي لور انتركوسال نيرفز. مفهوم ولا لا؟ اللاترال بارت سبلاي بالفينيك نيرف، لو عملت له اريتيشن البين يسمع في الشوط. معاه ولاد ولا لا؟ البين يسمع فين؟ الجزء الميديا سبلاي باي فينيك نيرف، والفينيك نيرف الروتس بتاعته هي اللي بتسبلاي برضه ايه؟ شوط. فالبين بيسمع فين؟ مفهوم؟ خلصنا من السيمبتومز؟ عايز في خمس دقايق عشان ناخد البريك. يلا عشان ناخد بريك. يلا انا صايد انسبكشن كلمة السر. سمول اس الشيك. ولا الشيك قلنا لا الشيك البونج يا ميه يا هوا صح؟ يا بلور افيوجن يا نيوموثوركس. في حاجة من دول؟ يا اما ريد رياكشن فايبوز او في حاجة من دول؟ يبقى الشيب ايه؟ موفمنت ريستريكتد اون افكت سايد كل تشيست ديزيز ريستريكتد اون افكت سايد. مفهوم ولا لا؟ ايبكس نورمال. انت الايبكس يبقى شيفتد للاوبس سايد اللي هو الفيوجن او كومبو. امتى يبقى شيفت تو ذا سيم سايد؟ جوز او حاجه من دول. ليتل سايد مالوش دعوه بيه. سكين مي شو ايفيدنس اوف ذا جوز. عملت ولا لا؟ بص على الوقت بالبيشن
تلات بص على الوقت بالبيشن تلاتة تي تلاتة بي التي الأولانية جوكا هتبقى ايه نور تسد في تندرس ولا لا على الأفكتد الفلوة مضوبة تكتايل فوق الفيرمس نور ايه يا ولاد نور بيزيد فين نسي كافيتي لابس في حاجة من دول يا ولاد لا في ايه فين all upper chest ويبقى نورمال في حالة واحدة انتوا اخويا غباء عليكم كم من الغباء غير طبيعي التلاتة بي بالسيشنز ان شاء الله علمكم مكانته فين بالسيشنز لا مش كل الناس بتتكلم بالسيشن يا لا بعدين بابا والبوخ بابا والغب والهوكاي رب المشكلة في البلود يا ولد لا لا يعني pulsations apex percussion تندر 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 بس العين هو بيعمل بيكاشن العين يشتكي بتاين وانت بتعمله بيكاشن العين يشتكي بتاين مفهولة لا اوسكارتيش ايه نوع البريد عادة لك النوع اربعة في الاربعة انا هسمعك النوع الرابع تسمع الصوت بصوا هنا بقى في كان نوع من الاسبيريشن ولا نورمال فيزيك رهاش فيزيك لازم يبقى كلمه ايه بونكر سبيكر بونكر البونكر بريدنج لازم يبقى 3 سي في 3 سي يبقى عندنا ايه بس هنسمع بلغه الغبر صوت البلغه وهي بتحكوا بعض بيتقال عليه جريتي صار يعني ايه كلمة جريت يا ولد؟ ايوه اديني صوت السكينة وهي داخلة في التفاح صوت المضخ صوت القطيف صوت القطيف صوت الغاب اديني يا ولا لو تسألت في الشفوي لو قلت كلمة من الكلام ده رجله لاخر قاع كلمة جريتي معناها the friction between two leathery surfaces صوت احتكاك سطحين جلد friction تقولها كده يا ابني بلاش والنبي السكينه في التفاح والغام وحته القطيف وقت الصفار الكلام ده شغل سمكري it is friction between two leathery surfaces احتكاك سطحين جلد زي صوت ايدك لما تحك بعض ده صوت هو ده جلد يا ولاد ها معاك بدري ولا لا جيرا اكزامينيش هلاقي ايه سايز اوف كورس سايز اوف كومبليكيشن مكتوبه قبل الفوز ايه رايكم نعمل انفستيجيشن اللاب الاول حاجه ايه هتلاقي في البلط عايز ايه بص انا هقول لكم انتوا تقولوا لي هدور على يوريا وكرياتينين صح ولا لا هدور على انتي نيوكليير انتي بوديز عشان سيستم جلوبس يعني بدور على الاندرلاين
هلاقي ليكو سايتوزي علامة انفكشن مش جرد ولا لا؟ سبيوتا دراي افتح عليك يا ابني ويبقى سيبالكو هالي سبيوتا بايه ده دراي مفهوم ولا لا؟ تبكيلين تيست شغال ولا لا؟ شغال يعني كان من ضمن الاسباب جميل اكس ايه ولا هيوريك ايه؟ ما انا مش عارف احكيها بالعربي ولا بالانجليزي لا قول بالعربي اللي هي بتكون زي فلويد تحت الجمع في ايوه وسط الكتله الدم زي ما اسمين ايه نفض ده بلور انفيوجن يالا هل خدناها امبارح اي انجليزي بص يالا ولا توصل لها الاكس راي مش لو عيان عنده بلوز ما يبقاش في حاجه بس هي ممكن توريك الكوز يعني ممكن الاكس راي توريك فراكشر ريب فاهمين ولا لا؟ توريك النيومونيا اللي عامله البلوز لكن البلوز ما مش هيبقى حاجه في الاكس راي انسترومنتال ممكن تاخد بايوبسي من بلوغا لو شكك ان هو تيومر ميزوثيليوم لو التشخيص از اوبسكيور غامض مش عارف عايز عنده بلويز ليه؟ تاخد منه بايبس مفهوم ولا لا؟ يلا في دقيقة عشان ايه؟ فيدني سيمتوماتيك إلهي ولادكم يبقوا شبه وآدم يا رب ابنك يبقى شبه يا رب يبقى الخالق الناطق وتقعد تشرح سيمتوماتيك تريتمنت سيمتوماتيك لو حد عنده فيفر انتيبايوتكس انتيبايوتكس ايه الجزء الكف هنديله كف انتي تاسك انتي دي اي وبعد كده هنعالج الكوز يعني تي بي انتيبايوتكس لو عنده مين الفيلر تعمل له دايلسس بتعالج السبب الفلوس ما يجيش في الامتحان. لا هنستفيد منه في حاجه ثانيه. دلوقتي حالا ان شاء الله. نيوموثوركس. يمكن ده اهم موضوع في النور. نيوموثوركس. باي ديفينيشن. كولكشن اوف اير ان ذا بلو ساك. كولكشن اوف اير ان ذا بلو ساك. يعني دي لون دي بلو. ده تشيس وول طيب فاهم وصوفيا هاكس هارت عايزين نجيب هواء هنا نجمع هواء اير ان ذا بلور ساك ان ايتشولوجي يا برايمري سكند اكستنشن فروم سيرفر ازاي اجيب هوا من تشيس وول؟ ستاب ووند او بوست اوبرتيف. واحد عامل سيرجري في تشيست. معاه ولاد ولا لا؟ ممكن تبقى المشكله من لونج. رابتشر تي بي كافيتي. كافيتي بتاع تي بي فيها هوا. وفرقع في الدور ساب. او رابتشر انفيزيما. الفيلاي مليانه هوا. اسمها انفيزيما تسبولي. ربطش معاه ولاد ولا لا؟ ممكن تبقى المشكلة جاية من هنا. اوسوفيجيال تيومر عامل ايروجن للبلورا ما خد بالك الاوسوفيجس بالاضافة للتفافة بيحتوي على هواء فلو في اوسوفيجيال تيومر عامل ايروجن للبلورا هيدخل هواء واضح ولا لا؟ ممكن القصة من تحت سبفينك ابسس ما هو نصه هواء معاه ولاد ولا لا؟ وممكن المشكلة تبقى اياتروجينيك. اياتروجينيك يا ولاد معناها غلطة دكتور. اياتروجينيك يعني غلطة دكتور. بصوا ازاي؟ بصوا لي هنا. ممكن تبقى المشكلة من فوق. أو من تحت أو من النص. مشكلة من فوق.
الدكتور بيركب سنترال لايت، عارفين السنترال لايت؟ عارفين الكانولا؟ بس كانولا طويله بندخلها في الانترنال جاجت وانا داخل ممكن اضغط الايبكس بتاع اللانج ولا لا؟ واعمل نيومو ثوركس. واحد بيعمل تراكيوستوم وهو بيفتح طايب البلورا، يبقى اتنين من فوق اللي هما مين؟ سنترال لاين او تراكيوستوم. من تحت واحد بياخد ليفر بايبسي، تاخد بابره عشان ياخد ليفر بايبسي، ممكن تدخلها زياده عن اللزوم يضرب البلورا. مفهوم عندي ولا لا؟ واحد بيعمل منظار في الاوسوفيكس وخرب الاوسوفيكس. سمعتوا عن حاجه اسمها اوسوفيشال فايسز؟ من ضمن طرق العلاج بتاعتها ان احنا بنعمل حاجه اسمها انجكشن سكليروثيرابي، بنحقن جوه الفايسز دي ماده تخلي يحصل فيها ثرومبوزس. وانا بحقن ممكن ابره تروح داخله على البلورا او داخل في البونكوسكوب وخرمت البونكس. معايا ولاد ولا لا؟ او في النص بقى فنتليتور. الفنتليتور هو جهاز تنفس صناعي، انت بتحدد كميه الهواء اللي هيديها الجهاز. لو انت ظبطت جهاز على كميه هواء كبيره ممكن 1000 لايت رابتشر. يبقى بص يا ولاد، من فوق الكوست، تحت ليفر بابس، من ميديا ساين بونكوسكوب او اوسوفيجيوسكوب، اللونج نفسها فنتليتور. مفهوم ولا لا؟ دول اسمهم سكريكوزس. اسمهم ايه؟ البرايمري. البرايمري بيسموه بيناين سبونتينيوس نيموفوركس. اسمه ايه؟ بيناين سبونتينيوس نيموفوركس. ده عباره عن ايه؟ عباره عن الفيولاي الول بتاعك كونجنتالي ويك فبتفرقع لوحدها. عيان عنده الالفيولاي الول بتاع كونجنتالي حصلها سبونتينوس رابتشر، بس عدد الالفيولاي اللي بيفرقع بيبقى قليل، فالهواء اللي طالع كميته ايه؟ قليله، فما بيعملش مشاكل، عشان كده سموها بيناين. جاست شويه تشيست بين يوسفلي ما يحصوا في نفس. انا اخبركم ان الديزيز مو كومن ان ميلز، بس ما بيعملش غير شويه بين يعني. ورجاله ما يفرقش معاها البين. بناين، ربنا سبحانه وتعالى ما يرضى بالرجاله بحاجه بتبقى حاجه ايه؟ بناين. طب ولا لا؟ بناين سبونتينوس نيوموثوركس. بناين ان كميه الهواء اللي طالعه قليله ما بتعملش مشاكل. سبونتينوس الالفيولاي بتفعل لوحدها. مفهوم ولا لا؟ due to congenital weakness in the wall of the alveoli. It's more common in males. واضح؟ ده بالنسبة لي الـ definition والـ etiology. بالنسبة للباثولوجي. بالنسبة للباثولوجي. النيوموثوركس في منه ثلاث أنواع ولاد. closed و open و tension. هنبتدي بالـ closed. بصوا لي هنا. البلورا البريشر فيها ماينس 6. البريشر جوه البلورا كام؟ ماينس 6. لو شويه الفيلاي فرقعوا وطلعوا شويه هواء هيخلي البريشر في البلورا ايه؟ يعلى لو كميه الهواء قليله البريشر هيعلى، يبقى ماينس 3 مثلا. خد بالك كام ماينس 3 اكتر من ماينس 6؟ ها؟ معايا بهوات؟ لو حصل ان شويه هواء قليلين طلعوا في البلورا هيزودوا البريشر، بس البريشر هيفضل نيجاتيف. البريشر هيفضل ايه؟ ده يسموه كلوز نيوموثوركس. اسمه ايه؟ ففي كلوز نيوموثوركس the amount of air entering the pleura is a small amount. So the pressure will increase بس still negative. مفهوم ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ كلوز. النوع الثاني بقى. دي برونكس. لنفرض ان البونكس اتخربت. معانا؟ during inspiration الهواء ايه؟ يدخل ولا لا؟ يبقى البريشر يزيد. during expiration الهواء يخرج، يبقى البريشر. ف
فالباشا عمال بيتمركع حوالين الزيرو، مره يبقى عالي ومره واطي. ده يسموه open type. اسمه ايه؟ في الاوبن تايب الهواء بيخش جوينج ان فالبريشر ايه؟ يعني ويخرج جوينج فالبريشر يبقى نيجاتيف، يعني البريشر بيتمركع حوالين الزيرو. النوع الثالث اسمه تنشن، وده اسبى نوع. عباره عن ايه بقى؟ التنشن نيوموثوركس. تنشن نيوموثوركس واحد اولاد واخد مطوه في الصدر، ده تشيس وول واخد بطوة سكينة، وده السكين المقطوع، مفهوم ولا لا؟ معايا؟ الهواء ممكن يخش، لو الهواء حاول يخرج هيزوق السكين يقفل ولا لا؟ دكاترة الهواء ممكن ايه؟ يدخل، لكن لو الهواء حاول يخرج هيقفل السكين. يعني الهواء بيعرف يخش لكن ما بيطلعش، فالبريشر جوه البلو عمال بايه؟ يزيد. شوفوا اللي هيحصل، البريشر عمال بيزيد. البريشر لما يعلى في البلو بتضغط على اللونج، تعمل اللونج كولابس، تعمل ايه؟ كولابس، وتزق الميديوساينم فين؟ سامع يا ابني؟ لما تزق الميديوساينم من الاوبوزيت سايد هتضغط على اللونج في الناحيه الثانيه، ففي لونج بقت كولابس واللونج مضغوط عليها، فالعالي يجيله ساينوسس. تاني؟ واحد واخد مطوه معايا؟ مسكين عامل كده، الهواء بيعرف يخش، لو حاول الهواء يخرج هيزق دي تقفل، فالهواء بيعرف يخش لكن ما عرفش يخرج. دي يسموها فالف لايك ميكانيزم. يسموها ايه؟ فالف لايك ميكانيزم. كل الهواء بيخش هيخلي البريشر في البلو ايه اخباره؟ عالي ولا لا؟ كل البريشر في البلو يعني هيخلي اللونج كولابس يضغط عليه ويزق الميديوساينم فين؟ للاوبوزيت سايد ولا لا؟ يعني يزق الهارد للاوبوزيت سايد فيضغط على اللونج الناحيه الثانيه، فبقت لونج كولابس واللونج الثانيه ايه؟ كومبريست. فالعالي يجيله ساينوس. ركز معايا قوي في الحقول مع اولاد، العيل هيجي له ايه؟ ساينوس. كمان في مشكله ثانيه، البريشر بقى ايه؟ مش سامع. يوم الفينوس ريتيرن ده مش عارف يخش في تشيست. لما الفينوس ريتيرن يقل الكارديك اوتبوت مش سامع، العيل يجي له شوك. ده في سبب تاني للشوك. بص، مش ده الهارت وطلع منه اورطة وبالمونر؟ لما زق الهارت الاورطة والبالمونر يحصل لهم كينك، مش الاورطة والبالمونر طالعين كده مع الولاد ولا لا؟ الهارت هيتزق يعمل كينك في الاورطة، فكان الكبوت يقل يعمل لك شوك. يبقى الشوك في العيال ده سببها حاجتين، decrease في الفينس return والكينج اوف ذا مانجر فيسلز اللي هم الاورطه اند بالمونر. تخيل عيل عنده شوك اند ساينوس، هي از داي، ذيس از امرجنسي، مفهوم ولا لا؟ يلا يا ابني سيمبتومز. بس المزاج الله يطعم عليك. انسبكشن
ده المسافة. سمول اس الشيف. لباس. بارج على. افكتد. موفمنت. بص على الواقع. بص على الزفت. بص على الواقع. عشان هنقول. موفمنت هتبقى. ريستريكتد على. ابيكس. شفت فين؟ اوف سايد. ليتل سايد مالناش دعوه بيها. سكين مي شو ايفيدنس. زي تروب. بالبيش تركيا. في تندرس على. تكتايل فوكال فيمنتس. ديكريس طبعا. ديكريس طبعا. الديزيز اسمه ايه يا ولاد؟ واحنا قلنا بتزيد فين؟ في كلمة كافيتي؟ في كونسوليديشن؟ في كلمة كولابس؟ اسم الديزيز ايه؟ ما فيهوش سي. معايا ولا لا؟ يبقى التكتايل فوكال فيمتس. تقل ولا لا؟ التلاتة بي. بالسيشنز ابيكس اس شيفت الفين طلب ابو الموف السيرت على ولا عشان بالتكتيك اختفيت الغلط. طب طلب ابو الونكاي ولا بالسيشنز ابيكس اس شيفت الفين يا ما اقدرش اسهل على كده ما اقدرش اسم الديزيز بتالف منه يخرب بيت كده بعمل لكم ايه اقسم بالله يا ما كاش هيبقى ايه هايبر ريزونانت هايبر ريزونانت بيسموها تيمبانيك زي الضربة مفهوم لا اوسكالتيشن ابسنت بريدنج ساوند او ديمينش بريدنج ساوند لان الهواء هيفصلك على اللون لكن ممكن تسمع بلوال رب تسمع بلوال واضح جنرال اكزامينيشن هلاقي ساينز اوف كوز وساينز اوف ايه كومبليكيشن شوك اند سهلة ولا انفستيجيشن اول حاجة ايه ضغط الضغط نعمل فيه ايه ركازز هل الاكسجين عادي لما يشيل اكسجين ايه يا اولاد واطي معايا سبيوتا دراي نعمل تشوبركلين تست ولا لا لا نعمل لان من ضمن الاسباب كان تشوبركلين سكافت صح ريتيولوجيكال اكس راي بص عليا في الاكس راي بصوا لي اللونج لونها في الاكس راي اسود لكن فيها شعيرات بيضاء اللي هي فاسكولار مارك تعال نشوف المنظر في الهيموثراكس بصوا معايا ولاد لما يحصل هيموثراكس ده تشيس وور الهواء هيجمع في البلوة ولا لا؟ نعم بيخلي اللون كولابس هيبقى لونه اسود بس فيها شعيرات بيضاء لكن النيوموثوركس هيبقى لونه ايه؟ اسود اسود من غير شعيرات بيضاء بيسموه جيت بلاك سواد الليل البهيج مش البهيج جيت بلاك كلمة جيت بلاك معناها اسود وما فيهوش فاسكولا ماركس لكن اللونج سودا وفيها فاسكولا ماركس ولا لا؟ معنى كده في بودا ما بين اللونج وما بين الشسور ولا لا؟ ليه؟ يا ولاد بيسموها دي لاين اوف ديماركيشن لاين اوف هلاقي الميديستانيوم فين؟ شفتت تركيا شفتت الغامس السايد صح ولا لا؟ هتلاقي تركيا شفتت الكوبيلا
بتاعت الفلام شكلها عامل كده. في العيان ده هتلاقي شكلها عامل كده. فلات. الهواء ضغط عليها. يعني بدل ما يبقى شكلها عامل كده ولاد. يبقى شكلها عامل كده. فلات. تاني. النيومو ثوركس عامل لي جد. لا ترانسلوست. حلاج اللونج في لاين اوف ديمار. ما بين اللونج وتشيس وورك. ميديستانم شيفتد. Opposite side. ونلاقي فلات. فلات روبي. اكيد السي تي از مور دايجنوستيك ولا لا؟ يا دكاتره. واضح؟ انسترومنتال بقى. انسترومنتال يا ولاد كان في واحد من دفعتكم زمان. نفس الدفعه بنفس التفكير. عمل ايه؟ كانوا بيقولوا عليه عبقري. دفعته اكيد كان يبقى ايه؟ عبقري. كان بيعمل ايه؟ يجيب ابره يدخلها في البلورا ويقيس البريشر. لو لقى البريشر عالي بس ستيل نيجاتيف تبقى كلوز. لو لقى البريشر بيتمجع حوالين الزيرو اوبن بروجريسفلي رايزنج تنشن. كانوا بيقولوا عليه عبقري. اي عيان يقول عليه نيومو ثوركس ويخش من الابره كان يطلع العيان عنده فعلا نيومو ثوركس. ليه؟ لان الجاموسه هو اللي كان بيعمل نيومو ثوركس. لما يدخل ابره لو العيان ما عندوش نيومو ثوركس هو يعمله نيومو ثوركس. دي اسمها بلورال مانومتر. اسمها ايه؟ اتس اوبسوليت. يعني ايه اوبسوليت؟ ما تتعملش. مفهوم؟ يلا ويت تريتمنت يلا. سيمتوماتيك. قمر. العظيم قمر. يلا يا تريتمنت يلا. سيمتوماتيك. بين. فيفا. الكف بتاعته هتدي انتي تاسك. انا دراي. نخش على السبيسيفيك. بصوا لي السبيسيفيك انك تفضي الهواء. امتى نخش نفضي الهواء ونفضيه ازاي؟ اولا امتى نخش؟ لو كميه الهواء تبقى ايه؟ كتير. وازاي تعرف كميه الهواء كبيره؟ لو العيان عنده سي في تسلي صح ولا لا؟ لو عيانك عنده سي في لو النيومو ثوركس بايلاترال صح ولا لا؟ الحاجه الثالثه لو الاكس راي وريتك ان المسافه ما بين اللونج والتشيس وول اكتر من 2 سم او اكتر من 20% من عرض التشيست. يعني سين عرض التشيست مثلا 20 سم. 20% يعني كام؟ 4 سم. 4 ولا لا؟ لو لقيت في الاكس راي المسافه بين التشيست واللونج اكتر من 4 سم يبقى العيان ده عنده كميه هواء ايه؟ يعني ياما تقول المسافه اكتر من 2 سم تكون اكتر من كام؟ 20% من عرض التشيست. مفهوم الهد ولا لا؟ يبقى هنخش نفضي الهواء امتى؟ لو كان الهواء كميته ايه؟ كتيره. يعني العيان عنده سيفير او لو النيومو ثوركس بايلات او يا اخي مش مكسوفين على نفسكم. انا بتكلم بصوت عالي بقالي 4 ساعات او 6 ساعات وانتوا ما عندكوش دم مش عايزين تتعبوا نفسكم. المسافه يا دي الجسم. الخلايا عندك دم. انا بقالي 4 ساعات بتكلم وصوت عالي. انتوا مكسلين. طوله غاية. يا نهار اسود. فعلا مفيش دم يا ابني. عرفت والله. معايا فواد؟ تاني امتى نخش نفضي الهواء؟ لو كبرت الهواء ايه؟ كبير. بمعنى لو العيان عنده سيفير او نيومو ثوركس او المسافه بين اللونج والتشيست وول اكثر من او اكثر من 20% من عرض التشيست او
لو العيان عنده نيموثوركس وهو على فنتليتور، الفنتليتور ده منفاخ هيدخل هواء في الشيست غصب عن العيان، يعني هيقلبه على الى تنش نيموثوركس، مفهوم ولا لا؟ ده لازم افضي الهواء. بنفضيه ازاي؟ بصوا لي بتيجي نعقم كويس قوي، معانا ده ولا لا؟ نعقم كويس قوي واضح؟ ونجيب ابره فيها لوكال انستيسي، ابره فيها ايه؟ لوكال انستيسي، نحقنها في السكين والسبكوتينيس تيشو والماسلز والبلوغا. يعني بجيب الابره واخش هنا في السكند سبيس، الهواء دايما بيتجمع فين يا اولاد؟ فوق اخش في السكند سبيس وانا داخل بحري، هحقن في السكين وبعدين ماسل وبعدين بلوغا، مفهوم ولا لا؟ لوكال معايا. اجيب مشرط افتح السكين والسبكوتينيس تيشو والماسلز، وبعدين هدخل انبوبه، الانبوبه شكلها عامل كده بالظبط، فيها فتحات، مع اولاد ولا لا؟ طيب عشان نطلع الهواء، مع اولاد ولا لا؟ الانبوبه دي اسيبها على الشعر كده؟ لا ليه؟ لا مش حلو، عارف ليه؟ البريشر في الاتموسفير كام؟ زيرو. الاتموسفير بريشر زيرو. اكيد البريشر جوه اعلى من بره ده. الهواء هيطلع. عمر الهواء ما هيخش. هيفضل يطلع لغايه ما البريشر جوه البلو يبقى كام؟ زيرو. دي مشكلة. انا عايز البريشر يبقى ماينس 6. انا مش عايزه زيرو. صح ولا لا؟ اشفط الزيرو. ابي شيء بص يا بنعمل ايه؟ بنحط الانبوبه دي في ازازه، والازازه دي هي اللي بنوصلها في ساتش عشان يبقى البريشر جوه الازازه ماينس 6. امين ولا لا؟ فالهواء يفضل يخرج لغايه ما البريشر يبقى كام؟ ماينس 6. ازاي تعرف انك خرجت كل الهواء؟ الانبوبه دي بنبقى هنا حاطينها تحت ميه، طول ما الهواء بيخرج بيعمل بابلنج، وانس البابلنج وقف يبقى كل الهواء خرج. دي بيسموها اندر ووتر، اندر ايه؟ سيلد درينج، سيلد يعني مقفول، درينج واضح؟ دي اسمها ايه؟ اندر ووتر سيل درينج. طب افرض يا ولاد، افرض العيان ما عندوش هذه المواصفات، يعني ما عندوش سي في ديسك، النيوموثوركس مش بايلاترال، المسافه في الاكس راي اقل من 2 سم، العيان مش على فنتليتر، نعمله ايه؟ سيبه زي ما هو، يحصل له سبونتينس ايه؟ ابزوربشن للهواء، او في ناس بيخشوا بابره يشفط الهواء ويخرج، بس انا ما بحبهاش ليه؟ الابره نفسها ممكن تعمل انجن للنار، مفهوم ولا لا؟ فسيبه في سبونتينوس ابزوربشن. ركز معايا بقى في اللي انا هقوله، فاضل انك تعالج الاندرلاين كوز تي بي تدي انتي توبيكس، لكن افرض ان هو بيناين سبونتينوس نيوموثوركس، فاهمينه؟ الميل ده اللي كان بيفقع لوحده، اعمله ايه؟ زمان كانوا بيعملوا حاجه، كان بعد ما الهواء يفضوه بالتيوب يحقنوا في السبيس ده تالك باودر، بودره تالك، عارفين بودره التالك؟ بتاعت الاطفال، الاطفال يا انا بودره مش عارفين بودره؟ مش البودره؟ لا لا البودره اللي هي بتاعت الاطفال بتاعت بامبرز، بودره التلج معروفه بس ما تفهمش رفعتك كده، بيحيروا البودره ليه؟ لان البودره ايريتنت بتعمل لك فايبروسس، يعني تو لايرز يتزقوا بعض عشان ما يبقاش فيه سبيس الفيلاي فرقع فيه، وكان بيسموها بلو روتيسس. ايه رايكم فيها؟ اه تعمل فايبروسس،
الفيبوز ده بيخلي المرضى ما تقدرش تكسبها وبطلنا نعملها. بنقول العيان يستحمل ده شويه بين يعني مفهوم ولا لا؟ فاهم حاجه؟ طيب فاضل بقى المصيبه الاخرى تنشن يوم فارس اللي هو الامرجنسي عادي يموت لنفرض سيادتك كنت في الشارع كالعاده يعني وفي ظابط وقفك قال لك يا دكتور الحقنا في واحد بيموت. قلت له انا مش دكتور. قال لك لا يا دكتور انت دكتور. عارف منين؟ في هلال على الحمار. رحت نازل راكب الحمار. رحت لقيت عيان حادثه منظره عامل كده الشيست عامل كده. دي حاله ايه يا ولاد؟ بريك نسي. الشيست بتاعه عامل كده وسايروس ومفيش بالص. ده ايه؟ تنشن. تعمل ايه؟ تجيب مطوه حته ازاز قلم تروح داخل في السكند سبيس. يس تروح داخل في السكند سبيس تعمل فتحه الهواء هيخرج معاه رد ولا لا؟ لا هيفضل ياخد لغايه ما البريشر يبقى كام؟ زيرو. تقول لي طب ما هو كده اللنج مش هتكسبان. اقول لك اي نعم بس البريشر قل ولا لا؟ الميديستالي متعدل. ايه الكومبريشن على اللنج الثانيه؟ والفينس ريتيرن يرجع والكينج يرجع العين يطلع له بطس تبتدي الساينوز يختفي. مع ولاد ولا لا؟ الاسرائيليين عملوا انبوبه اختراع اسرائيلي انبوبه اللي هي فالف. فالف بيفتح ويقفل. كل جندي اسرائيلي معاه الانبوبه دي في جيبه بحيث لما يجيله نيوموثوركس زمايله خبطنها في السكند سبيس بيفتحوا الفالف عشان يخرج ايه؟ هرب عليه انفلوب. لغايه ما يتنقل. في فيلم اسمه ذا ثري كينجز. حد شافه؟ بتاع جورج كلوني. اللي هما كانوا جنود امريكان بيدوروا على الذهب بتاع صدام. الفيلم مشهور جدا. جا كتير جدا. جورج كلوني. لكن اتشاف. ده انا عايز اتجوزه. جورج كلوني كان عامل فيه هو واحد كان فيه اثنين تانيين معاه كانوا عاملين جنود امريكان بيدوروا على الذهب بتاع صدام حسين. واحد منهم جاله نيومو فاكس وحط الانبوبه دي. وكان بيفتحها يفضي الهواء. وحتى الامريكان قبضوا عليهم وكانوا مانعين ان هو يفتح الفالف كان هيتخنق. ما شفتوش الفيلم ده خالص؟ لا بتشوفوا افلام ولا بتذاكروا طب ولا بتقروا كتاب. هتعفنوا نور هيطلع لك طرح فراش في قفاك. هتعفنوا هلا اعملوا حاجه في حياتكم وخلي عندكم دم. في فيلم اسمه جاست لايك هيفن برضه عملتكم جاست لايك هيفن؟ اه لما كانوا في المطعم. لما كانوا في المطعم ايوه شغال يلا شغال يلا. بس في حاجه انبوبه دير انا بقولها لكم لان هي انبوبه اسرائيلي والجيش الامريكي اشتغل من اسرائيل اشتغل من اختراع. الناس عماله بيكتشفوا حاجات واحنا كنا اصل الحضاره. كنا اصل العلوم. كنا مش ماسكين ثلاث ارباع العالم. كنا ماشيين في اخوات كان وما نعملش حاجه كان. ويوم ما نعمل حاجه بنبوظ بلادنا بايدينا. بنبوظ بلادنا بايدينا بس. انا هقدر اقوله هم ولاد الكلب عمالين بيتفرجوا علينا وبيضحكوا. ولاد الكلب عمالين بيتفرجوا علينا وبيضحكوا. على شويه الهوب اللي بينفذوا كل حاجه زي ما هم عايزين. مصر وسوريا راحوا فين؟ خلاص. اللي كان واقف قدام ولاد الكلب مصر وسوريا. راحوا فين؟ خلاص خلاص يا باشا.
الارض خرت قدامنا وطلع لنا شويه هبل تانيين من حين سينا، قال بيقول لك عايزين يعلنوها اماره اسلاميه، احصنها بقى وبتاع خير واجري بقى. لو اسمع بقى الكلام اللي اتقال لك بقى يموتك من الضحك، يقول لك اصل ده مخطط امريكي عشان يعملوها اماره اسلاميه، يقوم المصريين يسيبوها يقوم ناقلين غزه على سينا وياخدوا يهود غزه. اسمع العته واستمتع، ما تقولش غزه دي يعني شويه اطفال ماشيين في الشارع تعالى باب روح وين، وهم هيمشوا وراك تعالى باب تعالى هنا دي حلوه باب اقعد هنا. تصدقوني الكلام ده بيتقال، رب العزه الكلام ده بيتقال. الدكتور عندنا تعالى الدكتور سنه رابعه عندنا الليل نهار خدمه في غزه شكل. بص انا بس مش عايز اقول غير مجموعه من المعاتيه تستحقوا ان يفعل بكم ما يشاء. مجموعه من العرب المعاتيه حقهم حد يلاقي هوب ما يلعبش والله يبقى افتكر. لما الاقي شويه هوب حلوين كده شعوب حضنا لطيف نقعد نلعب معاه. مجموعه من المعاتيه الصغنطاطين كده تقعد تقول اجري بابا صور، يقول لك صور يا حريه عدالة مش عارف نوازية كده جوا في الدنيا عايزين قطنين. مطالب الثروة الأساسية قطنين لكل مواطن، والله أخيرا هتسعى على قطنين بس. الواحد بقى حزين والله، الواحد فعلا حزين لدرجة الواحد فعلا بيفكر يسيب خلاص. لا في 100,000 حته بس المشكله انت عايز ايه؟ مش صديق احنا في مستشفى غير لو لقيته في الشارع، غير لو لقيته في الشارع في المستشفى تعمل ايه؟ بتجيب كانيلا وتحطها في السكند سبيس وتشيل الاذى كده بقى في خرطوم صغير. مين ولاد ولا لا؟ هتجيب ايه؟ كاري وتخش في السكند سبيس وتشيل ابره، إيه بقى عندك خرطوم رفيع جوه السكند سبيس عشان يطلع الهواء، وتدي العيال فلويدز عشان الشوك، تدي له اكسجين عشان الساينوزس، وتدي له انرجيزكس عشان البين، وبعدين تركب تشيست تيوب. لان تركيب التشيست تيوب بياخد من 20 ل 30 دقيقه. لو انت ابتديت بتركيب تشيست تيوب هيكون العيال مات. تحط الكانيولا الاول وتدي فلويدز واكسجين وانا بجيسكس وبعدين هاكل لما مفهوم؟ واضح ولاد ولا لا؟ كده خلص مين؟ فاضل بس الديفرنشال دايجنوز من غير ما تبصوا عليه. احنا قلنا الديفرنشال دايجنوز بيبقى الديفرنشال دايجنوز اوف سيمبتومز ساينز تايبس الديفرنشال دايجنوز اوف سيمبتومز اذر كوز اوف جيست بين هذا كوز اوف ديسني معاه ولاد ولا لا؟ الديفرنشال دايجنوز اوف ساينس لان المبنيه ما بينكرش بلاي ما بينكرش شو بي ديفرنشيتد فوق انفيزيما مش كده ولا لا؟ قبل ما ننام بقى التايبس لازم تفاعل اوبن كلوز من تنشن الكلوز كميه الهواء ايه ولاد؟ ما تعملش لا شيفت لا للتراكيب ولا الابس على الهارت. لكن الاوبن والتنشن يعملوا شيفت ولا لا؟ ايه الفرق بقى بين الاوبن والتنشن؟ التنشن بيعمل شوك اند الاوبن ما يعملش مفهوم ولا لا؟ اللي هو جدول يعني. واضح؟ انا خدت لا؟ في بقى ديفرنشال دايجنوز اوف كومبليكيشنز اشهر كومبليكيشن شوك اند ايه اللي يعمل شوك وساينوس؟ ان ما يبقاش في دم وصل لمين؟ للبطن. ايه اللي يخلي الدم ما يوصلش للبطن؟ ايه رايك كراي فنتيكولار فيجر؟
ايه رايك بالموني امبوليزم؟ ايه رايك بالاتر لونج كولابس؟ يا مراد فيتيكولار فيليا يا بالموني امبوليزم يا بايلاترال؟ علمني على دول في الديفريشن دايجنوزز. انا عايز كوز اوف شوك اند ساينوسس، ده انا عايزه في الديفريشن دايجنوزز. الكوزز اوف شوك اند ساينوسس واضح؟ طيب يلا عشان الشباب ابتدى يقيد كده. خلص النيموثوراكس، نخش على البلوغال فيوش. شدت اللي قلته 10 ساعات. هو هيك فرنش الديجنوز ما بدو شيء بس استثناء النقطة اللي هو تبع كومبليكيشن. يلا الشباب المتحمس 4 ساعات ادينا اديني. مش انت برضه اديني؟ ها؟ يلا انا تو هنتكلم على ايه؟ بلورال افيوجن. سلمى حايك هنتكلم على ايه؟ بلورال افيوجن. بلورال افيوجن. بلورال افيوجن. By definition, collection of fluids. It's collection of the fluid in the pleural sac. Collection of fluid in the pleural sac. It's yours. Listen. لا. في hemorrhagic. في clearness. وفي transudate. وفي اكسودات. في هيمراجيك وفي كايلس وفي ترانسودات وفي اكسودات. هنبتدي الاول بهيمراجيك. تفتكروا اولاد ايه اللي يجيب دم في البلوره؟ الرسمه الشهيره وصوفي هاكس نفس الاسباب كلهم. عايز اجيب دم هنا ولا الدم ممكن يبقى جاي من تشيسورد زي ستابوند ولا لا؟ ممكن يبقى جاي من لاند ممكن كونجينيك كارسينوم تي بي بالمر انفكشن تعمل هير او تعمل بي اولاد ولا لا؟ ممكن يبقى جاي من هنا ربتشد اورتيك انيوزم مش ده ولاد ولا لا؟ ممكن لو في اورتيك انيوزم يفقع في بلو ساك ممكن العيان يبقى عنده هيموراجيك بلاد ديزيز هيموفيليا بابو بينزل في اي مكان بيبقى فيه البلورا ممكن جاي من تشيسورد ستابول جاي من اللون اونكوجينيك تي بي والمونا انفكشن جاي من ميديا سايرم رابتشر اوتيك انيميزم او هيموراجيك بلود ديزيز. لو خدت عينه ازاي اعرف ان ده دم؟ هيبقى لونه احمر ولا هي صعبه شويه. خدت عينه ازاي تعرف ان ده دم؟ هيبقى ريدي باب معايا؟ لو فحصته تحت الميكروسكوب هتلاقي ايه؟ ار بي سيز. الار بي سيز لما بتتكسر بيطلع منها انزايم اسمه ال دي اتش. هتلاقي فلويد مليان ال دي اتش. يبقى في 3 حاجات يقولوا ان هو بلط، ده مكتوب في الباثولوجي. ازاي تعرف ان هو هيمواتيك؟ ريد ان كولر ار بي سيز وهاي ال دي اتش. مفهوم ولا لا؟ كايلس كايلس بلوت انفيوجن او لا؟ معناها كايلس اكيوميشن اوف ليمف ان ذا بلوت ساك.
عارفين الليمف؟ في حاجة اسمها الليمفاتكس، عارفينها يا ولاد؟ الليمفاتكس كلها بتجمع في حاجة اسمها ثراسك دكت. والثراسك دكت دي بتفتح في السبير فينا كيف؟ لو الثراسك دكت فقعت وتفقع في بلوغ يجمع الليمف في بلوغ يسموها كايلس بلوغ فيوجن. ايه اللي يخلي الثراسك دكت تفقع؟ انها تتسد. ايه اللي يخليها تتسد؟ جوما زي الليمفوما او حاجه اسمها فيلاريسيس. اللي كان بيتعمل حاجه اسمها إليفانتيزيس. الاورجانيزم كان اسمه ميشيلاريا بانكروفت. ايوه الاولاني انت عارف ده اللي هم الجاله. دايلس افيوجن اند كولكشن اوف ليمف. الليمف جاي من ايه؟ انت عارف الاحباط اللي عندي سبب ان ما ينفعش ان انا بعمل كده وانتم بتعملوا عكس كده. الولاد انشافوا في الزمن المعفن ده انشافوا شويه بلاش مياصه. ايه اللي يخلي الليمف يجمع؟ ان تراسك دكت. ايه اللي يخلي تراسك دكت تتغلط تتسد؟ باي جورا او كريز او ان جراح وهو شغال عوضها. مفهوم ولا لا؟ الليمف يتميز بانه مليان فات وبالتالي لونه ابيض. الفات لونه ابيض يا ولاد. ليه الخوف؟ ليه تخاف لنا ايه؟ ابيض. حتى يقول لك ايه؟ سمنه بلدي بيضة ومرملة. مش كده ولا لا؟ صح. علامة ان الفات اصلي ان هو يبقى ابيض. السمنة سوري الزبدة الفلاح بيضة وصفرة. الزبدة الصفرة والسمنة الصفرة دي السمنة المعفنة. اللي هي متهدرجة. ايوه انت تاكل معفنه وانا راح احط لك فيلا في بقك. الفكره في الموضوع ان الفات لونه ابيض فبما انك الليمف مليان فات فهيبقى لونه ايه؟ ميلكي وايت. لونه ميلكي وايت زي لبني. لو خدت عينه لقيتها ميلكي وايت يبقى ده كايلس. لو مسكت شويه من الفلويد بايدك تلاقيه مدهن جريزي ماشي. لو حطيت على الفلويد على الكحول يقلب ميه يقلب لون الميه. ليه؟ الكحول بيدوب الفات. الكحول بيدوب الفات فهتقلب لونها من ابيض لميه. يقول لك ايه؟ It clears by addition of ether. ether اللي هو الكحول. clears يعني تقلب ايه؟ ميه. الفات يتسبغ بسبغه اسمها السودان 3 يدي لون الاورنج. العينه stays orange by سودان 3. معايا ولاد ولا لا؟ انا بالظبط لو صحصحت معايا نص ساعه. مشيتوا معايا. كده شددت. بقول له شوف عاد. شفت نوزك من هنا. كايروس يعني accumulation of lymph. مميزاته ملكي stays orange bar. Sudan 3. Sudan 3. Clears by addition of ether. Ether. أكبر من إيه؟ وجريس. واضح؟ إيه بقى حكاية ترانسليت؟ بصوا ركز معايا. أي بلاد فيسل يا ولاد. أي بلاد فيسل. في تو فورسز بيشتغلوا عكس بعض. في فورس عايزة تزق فلود لبره. اسمها هيدروستاتيك بريشر. ودي بتعتمد على البلاد فوليوم.
وفي فورس عايزه تسحب الفلويد جوه اسمها اوزموتيك بريشر، ودي بتعتمد على البلازما بروتين. فاهمت؟ في تو فورس بيشتغلوا عكس بعض. فورس عايزه تسحب الفلويد فين يا ولاد؟ اسمها هايدروستاتيك بريشر، ودي بتعتمد على البلاط بولي. وفورس عايزه تسحب الفلويد فين؟ لجوه البلاط اسمها اسمها اوزموتيك بريشر، دي بتعتمد على البلازما بروتينز. ركز معايا، كلمة ترانسوليت معناها ان الفلويد رشح وما جعش. ايه اللي يخلي الفلويد يرشح وما جعش؟ انك تعمل هيك الاوزموتيك. تقلله ولا لا؟ ازاي قال الاوزموتيك بريشر؟ قال البلازما. طب هي البلازما بروتينز جايه منين؟ من الليفر. يبقى العيل عنده ليفر سيل فيلير يشرح ميه ولا لا؟ يعمل ترانسوليت. بلاش المصدر الثاني البروتين هو الدايت، صح ولا لا؟ يبقى مال نيوتريشن ومال ابزوربشن، مش كده ولا لا؟ الحاجه الثالثه الاخيره يعني نيفروتيك سندروم. نيفروتيك سندروم العيل بيبقى عنده بروتينوريا، يعني بيفقد البروتين فين؟ البروتين في الدم. بص يا ولاد، ترانسوليت معناها الفلويد بيرشح، بيرشح عشان الاوزموتيك بريشر ايه؟ ايه اللي يخلي الاوزموتيك بريشر ايه؟ ايه؟ ليفر سيل ومال نيوتريشن ونفروتيك ونفروتيك. الحاجه الثانيه اللي تخلي الفلويد يرشح انك تعلي الهيدروستاتيك زفت اضرار بريشر. تعلي الهيدروستاتيك زفت ايه؟ اضرار بريشر. معايا؟ تعليه ازاي؟ انك تمنع الفينس اوتيرال، يعني تخلي الفينس راجع للي بايت اتي، صح؟ لو انا قفلت الدم هنا هيبقى عالي ولا لا؟ عالي. الهيدروستاتيك بريشر عالي، نشرح ميه، صح ولا لا؟ ايه اللي يمنع الفينس ريتيرن؟ الكس بيو فينا كيفر ثرومبوسس، تراكاسبيد السينوس وتراكاسبيد الجيرج، رايت فنتيكولار فيلير، بالمونري السينوسس. اي مشكله على الجنب اليمين الهيني هتمنع الفينس ريتيرن، هتخلي الدم يجمع هنا ولا لا؟ يبقى البلد فوليوم زياده، يبقى الهايدروستاتيك بريشر زياده، نشرح ميه. يبقى ايه اسباب التوصيلات؟ هنا تزود مين؟ هيدروستاتيك. يتقلل مين؟ ازاي يا ابني نقلل اوزموتيك؟ تقلل ازمة بلازما بروتين زي ليفر سيفيريا مال نيوتريشن مال نيوتريشن ونيفروتيك. ازاي نزود الهيدروستاتيك؟ هاي مشكلة على الجنب يمين سوبيو فينا كيما ثرومبوس تشاكاس بين السيروس تشاكاس بين الجيرج لايف فنتيكولار فيلير بالمونري سينوس. مفهوم ولا لا؟ الفلويد اللي بيرشح ده بيعدي من البلد فيصل اللي الوول بتاعه سليم ولا لا؟ الوول هنا سليم ولا لا؟ سليم. البلد فيصل الوول السليم ما يعديش لا بروتين ولا سيلز، يعني هيعدي فلويد والبروتين اللي فيه البروتين هيفضل في الدم، يعني البروتين هيعدي في الفلويد ايه؟ في السمع. يبقى معنى كده العينين اللي عندهم ترانسوليت لو خدت عينه من فلويد هلاقي البروتين اقل من 3 جرام برسنتج. اقل من كام؟ 3 جرام برسنت. ما دام البروتين قليل يبقى السبيسيفيك جرافيتي قليل. ربنا يكرمك، يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي؟ كثافه، لانه يعني كله ميه. مسافر يعني ايه؟ يعني ايه كثافه؟ يعني لو حطينا على ميه ايوه يختلط بالماء. دي معلومه عشان الجرافيتي، عشان الجرافيتي ده تأثيره على الجرافيتي. يعني ايه سبيسيفيك جرافيتي؟ الترسب الترسب 10 10 10
10 نيوتن. لا اديني تنسى يا يا طبعا يا عمي حاجه قول يبدا معلومات يخرب لك 10 نيوتن انت بتفري فول 10 ايه انت بتفري فول 10 ضرب وزنك 10 ضرب وزن صح انا وزني 900 كيلو يبقى 10 نيوتن 9000 نيوتن وده ايه علاقته بقوم الجاذبيه وده هيحسسك بايه سمعتوا عن حاجة اسمها سبيسيف جارت بتاعت اليوين بتاعت البول صح؟ نعم سبيسيف جارت بتاعت البول بيقولك من 1015 إلى 1025 مش جاولة؟ يعني ايه؟ يعني ايه سبيسيف جارت؟ وزن لتر المية كام يا ولد؟ كيلو يعني 1000 جرام صح؟ لو اديتك محلول لتر محلول قلت لك ده مية وزنته لقيته 1016 هتقول لي لا ده مش ميه بس في حاجه دايبه صح؟ كلمه سبيسيفيك جرافت يعني وزن لتر المحلول لا دخل نيوتن ولا ام التفاح نزلت ولا الموضوع فيه ليه علاقه بالهبه تعالى لي بقى يا ابو كساف وزن لتر المحلول ده اللي بيتقال عليه سبيسيفيك جرافت يعني لما اقول لك سبيسيفيك جرافيتي اوف يورين 1010 يعني وزن لتر البول 1010 جرام مفهوم ولا لا؟ وكل ما الفلود تدوب فيه حاجات اكتر كل ما وزنه هنا البروتين ايه؟ يبقى سبيسيفيك جرافيتي اقل من 1016 يعني وزن لتر المحلول اقل من 1016 جرام مفهوم ولا لا؟ هتفهم حاجه؟ يعني الميه ما فيهاش بروتين هو النورمال في فلوت في البلور؟ كيبورد انا ما خلاص بقى قال لك طب النورمال بتاع البلور لما العمى يلا الكور يلا عشان هتشال بصوا لنا يا ولاد عشان نخلص في واحد تاني البلور فلويد اللي اسمه ترانسوديت العيل هيشرح فلويد عبر بلاد فيس الطبيعي ولا لا؟ طبيعي فالبروتين اسمع يا ابني البروتين ايه؟ وسبيسيفيك جرافيتي اقل من 1016 البروتين اقل من 3 الوول بتاع بلاد فيس النورمال ما يعديش سيلز فالسيلز اللي هتعدي في الفلويد ايه؟ اقل من 1000% ومدام السيلز اللي عدت قليله يعني الار بي سيز اللي عدت ايه؟ قليل يبقى ال دي اتش الفلويد هيبقى ايه؟ يبقى خد بالك الترانس والاتش ار قليل بروتين قليل سبيسيفيك جرافت قليله سيلز قليله ادي اتش قليل واضح؟ والترانس والاتش سبب يا اما نقص في الاوزماتيك يا اما زياده معايا؟ في بقى الاكسوديت الاكسوديت معناها فلود رشح بس المره دي رشح لان البرميابيلتي بتاع البلاد فيس الذاتي ايه اللي يخلي البرميابيلتي بتاع البلاد فيس تزيد؟ لو في انفلاميشن يعني لو في انفلاميشن في البلورا لو في انفلاميشن فين؟ البلاد فيس بتاعت البلورا البرميابيلتي ايه؟ تزيد وتشرح ميه معايا يا ولاد ولا لا؟ ده اسمه ايه؟ اكسوديت اكسوديت ايه اللي يخلي البلورا يحصل فيها انفلاميشن؟ هي نفس اسباب البلوزيك اللي هو كان برايمري وسكند والبرايمري كان اثنين انفكشن واثنين انفلاميشن واثنين تيوما واثنين والسكند كان اكستنشن من لما يحصل انفلاميشن في البلو البرميابيلتي بتاع النافسز ونرجع ميه بما ان البرميابيلتي زاد يبقى البروتين يعدي يزيد يبقى اكتر من ثلاثة وسبيسيفيك كيرف يزيد اكتر من 1016 والسيلز اكتر من 1000 والال دي اتش عالي اكتر من 200 في غلطه في الكتاب
في غلطه في العلامه بتاع ال تي اتش. في الترانسونيت بتبقى ايه؟ اقل من 200. والسيلز اقل من 1000، مفهوم ولا لا؟ ترانسونيت غلطه في العلامه اقل من قد ايش؟ اقل من 200 وقل يا بواد. انا كده خلاص الايتيولوجي وخلاص ايه؟ باثولوجي. الكلينيكال بيتش جسم 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 Constitution manifest symptoms of cold. Symptoms of complications. Signs. يلا يلا. Inspection. كلمة السر. Shape. Bulge. On the affected. Sign ولا لا؟ Bulge. Movement. بصوا لك. انتوا ما عندكوش وقت تذاكروا. مش عارف يقول معايا هيتنيل في البيت. تانية بكلمة السر ايه؟ سمولس. الشيب. بلش. ايبكس. شيب البيت. ليتل سايد. ده معادها. ما بتجيبش سرير الا فين؟ واحنا موضوعنا ايه؟ ايه بقى ليتل سايد؟ بصوا لي هنا عشان اقولها كتير. الليتل ساين معناه ايه؟ بص لي هنا. البني ادم النورمال لما بياخد نفس بيعمل نيجاتيف انت بلور بريشر، صح ولا لا؟ عشان الهواء يخش من بره لجوه، مش كده يا ولاد؟ يعني جوينت انسبيريشن البريشر جوه البلور بيبقى ايه؟ نيجاتيف، مش كده يا ولاد ولا لا؟ البريشر في الاتموسفير كام؟ يبقى البريشر بره هيبقى اعلى من جوه، فده يزق اللور انتركوستال سبيسز لجوه. فسيادتك لما تاخد نفس تلاقي الانتركوستال سبيس بتخش لجوه. فاهمين ولا لا؟ ده اسمه ليتنز ساين. اسمها ايه؟ يعني دي حاجه موجوده في البني ادم نورمال. لما عيان يبقى عنده افيوجن، افيوجن بيجمع تحت ولا لا؟ ميه يخلي البريشر جوه البلور. مش سامع؟ فما يحصلش retraction of lower intercostal space. يقول لك written sign is negative. تاني؟ في البني ادم النورمال اللي عايز يقول اقول تاني يقول يقول تاني. الليتل ساين معناه ان لما العين ياخد نفس البني ادم الطبيعي بريشر جوه البلو هيبقى ايه؟ نيجاتيف. صح؟ والبريشر في الاتموسفير كام؟ يبقى البريشر بره اعلى من جوه. فيسوق الانتركوستال سبيس لجوه. اوكي. فالبني ادم النورمال لما يجي ياخد نفس بيحصل ريتراكشن اوف لور انتركوستال سبيسز. معايا؟ دي اسمها ليتنز. لو انا عندي افيوجن المايه هتجمع هنا ولا لا؟ البريشر جوه البلور. هل لما اخد نفس يحصل ريتراكشن؟ لا. فليتنز ساين يتقال عليها ايه؟ There is no retraction of lower intercostal spaces. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ سكن مي شو ايفيدنس اوف السمع ده تمام؟ مي شو ايفيدنس اوف اندر لاينج ده الانسبكشن بالبيشن كلمة السمع ولا لا؟ 3 تي التركية شفت فين؟ تندرس على افكتد سايد تكتاي الفوكال فيمينس افكتد سايد ايه اللي افكتد سايد؟ هو ايه انجليزي يلا؟ اقول له تكتاي الفوكال فيمينس يقول لك افكتد سايد. تكتاي الفوكال فيمينس تكريس على افكتد سايد بالبابل موفمنت بلاش حلم بالترتيب بالسيشنز
Shifted to the opposite side. لا ما ينفعش. Positions. إيه بك shifted فين؟ Opposite side. فرما والمنكاي ولا أب؟ فرما والموفي. بسكن على؟ Affected side. بالكاشف أسمعه. وسنين؟ المايه هتجمع تحت ولا لا؟ عرفت؟ Isn't it the same? في حاجة اسمها الخاصية الشعرية مدارس الانجليش كابيلاريتي فيها خاصية ايه؟ شعرية انجليش كابيلاريتي ان الفلويد دايما بيبقى ليه سطح مقعر مش كده ولا لا؟ يعني الفلويد ولا لا؟ يبقى رايزنج كده وكده نشرت نظرية ايه؟ الشعرية او نظرية الكابيلاريتي اللي خدوا منكم سنة عامة. ثلاث ارباع الموجودين طالبين شهادة. كلها شهادات وصور. لا يمكن دول خريجين سنة عامة. لا وهي جايبين مجموعة. بذمتك كان دول احسن مجاميع. أمال كلية التجارة هيبقوا فيها إيه؟ يعني إذا كانت دي عقلية كلية الطب دفعتكم اللي دخلوا التجارة دول عاملين إيه؟ ماشي بقى بيهيل ولا يعني بتاع التجارة ده هتدفع عامل إيه؟ منتهى تهيألك؟ اسكت وأنتوا أسكت بيقول لك أنت الطبقة العليا أنتوا كريمة أنتوا واضح إنك اللبن المعفن ولا الفلويد بيبقى رايزنج فبالتالي لما تيجي تعمل بيكاشن تلاقي هنا في الاكسلة الضنس في المنطقة دي لكن تلاقي البيكاشن هنا الضنس هنا فاهم حاجة؟ يعني لما اعمل بيكاشن في المتر فيكولا لاين هلاقي ضنس يبتدي هنا لكن لما تيجي تعمل بيكاشن في الاكسلة هتلاقي ضنس وقف هنا اعلى ولا لا؟ ولاد سهلة الماية عاملة كده فبيسبك انا اقول لك العيان عنده بيزل ستوني دانس رايزنج تو اكسيلا معايا؟ عايزك تشطب سكوديا كريزونتس اشطبها كلها اللي جنبيها وعايزك تشطب الجوكوس والجارة هو تمام تاني انا عايز منك اول سطر في البركاشن واشطب الباقي سهله كده يا ولاد عايز اول سطر واشطب الباقي يعني اوسكارتيشن بقى مش انتوا عايزين اربع ساعات تؤمن بصوني هنا عذابة بصوني هنا اوسكار ديش يلا ولا اوسكار ديش حطيت السماعة على الدول افيوجن مش هتسمع حاجة المية فاصلة بينك وبين اللانج ولا لا؟ فهتبقى ديمينيش وابسن ريدنج صعب معايا؟ هتبقى ايه يا ولاد؟ diminished or absent لكن بصوا لي هنا دي واحدة الله يرضى عليكم بصوا دي واحدة العيان اللي بيبقى عنده افيوجن اللي عنده بلور افيوجن الافيوجن بيضغط على اللوب ده صح ولا لا؟ اللوب ده يحصل له لابس صح ولا لا؟
ده الديفيوجن اللي انت عارفه ده ولا لا؟ يحصلوا ايه؟ كولابس. جزء من الكولابس بيبقى باين فوق الديفيوجن. انت لما تضغط على اللوب ده تعمله ايه؟ كولابس. الكوبي بتاع الدايفرام تطلع. طب زق الكولابس لوب لفوق. نعم. تعمل ايه ولا لا؟ الديفيوجن اللي يضغط على اللوب يعملوا ايه؟ يا دكتور هيعملوا ايه؟ كولابس. جزء من الكولابس لوب هيبقى باين فين؟ فوق. فوق. ما تردش هلا. فوق. فوق. لو حطيت السماعه فوق الديفيوجن مش هسمع. يبقى انا حطيتها على اريا فيها كولابس. هسمع بوينكر بريدنج. ده من 3 سي ولا لا؟ هسمع بوينكر بريدنج والكريبيتيشنز والجوفني واسمنج بكتولوجي. تاني. على الإفيوجن نفسه سمع حاجة أبس الميديا صعب لكن الإفيوجن بيبقى عامل كولابس للوب اللي تحتيه وفي جزء من الكولابس لوب بيبقى باين فوق الإفيوجن فلو حطيت السماعة فوق كده السماعة محطوطة على حتة الكولابس ولا لا؟ مادام كولابس يبقى من ثلاثة يبقى برونكل كريبيتيشنز إيجوفوني واسمي بكتور وأكيد ممكن نسمع بلورال واضح؟ جنرال اكزامينيشن سايز اوف كورس كومبليكيشن يلا انفستيجيشن بقى عشان التريتمنت يبقى في السريع انفستيجيشن اسمه لابراتوري انا هاخد عينه منين؟ بلاد ايه اللي ممكن الاقيه في البلاد؟ قالوا اساس او بيبطوا هيك يعني ايه يا بابا؟ انفكشن ايه علامات الانفكشن في البلاد؟ ليوكوسايتوس ايه رايك تقيس اليوريا والكرياتين؟ شو هو الكاتين بيعملوا فينا فينا يعني يعمل بلوسي وبلوسي بتعمل اكسودين ايه رايك نبص ورقة تعمل تيستنج للكواجيليشن عشان بين التنس ايه رايك نقيس السيروم قلبي عشان عالي الليفر سيل فيل وعالين ان الفوطي بتدور على ايه كوز اندرلاين سبيوتا تي بي ممكن سبيل الدواء على التي بي ولا لا؟ مالينجن سيلز بعد كده جيبيكليتس شغال ولا لا؟ قلتوا عليا ريديولوجيكا هنعمل ايه؟ اكس ري معايا بقى في الحروف اكس ري هلاقي ايه؟ ابيض والله ابيض منكم مالك بص هنا يا في البني ادم النورمال ده تشيس وور مش عايز الكلام تاني على فكره ده تشيس وور معايا وده الدايفراج ودي البلورا وهنا في اللنج المنطقه دي يا ولاد بيسموها كوستوفرينيك انجل اسمها ايه؟ كوستوفرينيك انجل المنطقه دي اسمها كوستوفرينيك انجل دي اوطى حته في التشيست زي ما انتم شايفين اوطى حته ولا لا؟ اول ما الافيوجن يتجمع دايما الميه تجمع في اوطى حته اول ما الافيوجن يتجمع يتجمع هنا الحته دي يبقى لونها ابيض يقول لك there is obliteration of costophrenic angle اول علامات الافيوجن في الاكس راي is obliteration of بس في مشكله صغيره عشان الكوستوفينيك انجل يجملي ميه وتبان في الاكس راي محتاجين على الاقل 300 سم يعني افرض عيان عنده ديفيوجن 150 سم البانش من الاكس راي يعني عايز اقول لك ان انورمال اكس راي داز نوت اكسكلود بلورال ديفيوجن لان ممكن لو عيان عنده 200 سي سي ما يبانش انت الديفيوجن يبتدي يبان في الاكس راي لو زاد عن كام؟ واول علامات البلورال ديفيوجن اوبليفيشن اوف كوستوفينيك معاه ولاد ولا لا؟ الحاجه الثانيه بعد كده الانفيوجن يزيد
هتلاقي اوباستي. يعني ايه اوباستي؟ لون ابيض. لونه ابيض. رايزنج 2 اكسل. على فكره رايزنج 2 اكسل. اكسل زي الاكسل انتوا شايفينه. شايفين فوق طالع لغايه الاكسل يا اولاد؟ واضحه قدامك معايا؟ الميديا ستايل هيبقى شفت فين؟ واضح؟ معايا؟ في نوع من الافيوجن بقى ده بيسموه ده فري افيوجن وده الموست كومن. في نوع تاني من الافيوجن بصوا لي هنا لنفرض ان انا عندي تي بي والتي بي عامل انفلاميشن في لونج وادي كافيتي وعامل انفلاميشن. الانفلاميشن ممكن يعمل فايبروسس صح؟ لو الكافتي ده سرقع وفي فايبروسس الانفيوجن جمع هنا بس صح؟ طبعا مش هينزل لقص فينك اي ولا هيبقى رايزنج تو اكسل. بيسموه انسيستد انفيوجن. اسمه ايه؟ انسيستد. يعني ممكن الانفيوجن الاولاد ياخد شكل تاني لو في ادهيجنز الفول ممكن يجمع ويعمل كافت كده بيسموه انسيستنت انفيوجن. بيبقى دي شيء شكلها دي شكلها عامل زي الدي دي شيء انفيوجن مفهوم ولا لا؟ او بيسموه انسيستنت انفيوجن. واضح؟ يا دكاتره ده لو في انفيوجن معايا مع اديشنز لو عندك اديشن وفي انفيوجن يعملك انسيستنت يعني دي شيء. واضح؟ دكتور بس اتفضل. اي واحد ايه لو عيل عنده تي بي عنده انفكشن الانفكشن ممكن يعمل فايبوزس ولا لا؟ يعمل لك اديشنز صح؟ لو تي بي ده فقع وعمل لك انفيوجن هيبقى الانفيوجن بين الاديشن صح؟ ما يقدرش ينزل تحت. طب ولا لا؟ يسموه ايه؟ انسيستد انفيوجن او دي شيب انفيوجن مفهوم ولا لا؟ نعم. دكاتره طبعا السي تي از مور دايجنوستيك انسترومنت تاخد عينه الفلويد تاخد عينه من ايه؟ وابعتها للمعمل. والله قالوا لي مليان ار بي سيز ولونه ريد وفي ال دي اتش. قالوا لي ميلكي وايت كليرز باي ايثر وستيز اوت باي سودان. قالوا لي البروتين واطي والسبيسيفيك اف تي واطي. قالوا لي عنين. نعالج ازاي بقى؟ نعالج ازاي بقى؟ نعالج بقى اول حاجه نعالجه ايه؟ لو عنده فيفر بيه ضف انتي تاصف انتي تاصف واضح؟ نعالج المشكله هو عنده ايه؟ انفيوجن مفضيه. امتى نفضي الانفيوجن؟ لو كميته ايه يا اولاد؟ ازاي تعرف ان كميه الانفيوجن كبيره؟ اولا لو سيبيه دست لا النتيجه بقت 9 0 خلاص بقى. اولا لو العيال عنده سيبيه دست، ثانيا لو الانفيوجن واصل للسكند ريب اعتقد كده كتير هيطلع من بقه بعد شويه. لو واصل لغاية مع أولاد ولا لا؟ أو لو الإفيوجن ده بلاد أو باص ليه؟ لو الإفيوجن بلاد أو باص لو سبته هيعمل لك فايبروسس فلازم تفضيه ما تسيبوش حتى لو كميته قليلة. لو الإفيوجن ده بلاد أو باص لازم أفضيه عشان ما يعملش إيه يا أولاد؟ فايبروسس مفهوم ولا لا؟ دكاترة هنفضيه ازاي؟ انت كوسا تشيستيو زي انك كبناه
زلك كبرياء في اليوم الضاكس. بس المرة دي بص انا عقب واجيب ابرة ايه؟ ابرة ايه؟ اجيب ابرة يلا ايه؟ اهل من امتي سخرت من جهلها الامم. انا عقب كويس نجيب ابرة لوكال انستيزي ونحقنا في سكين والسكو تينستيش والمصر. بس المرة دي في الفيفت سبيس مش السكن. المية مجمع تحت وهضرب بمشرط سكين والسكو تينستيش والمصر. ادخل الانبوبة واحطها اندر سيل درينج. مفهوم ولا لا؟ ده لو كمية الفلود يا اولاد يعني واصل لايه؟ عام السبير او او لو فيلد ميديكال تريتمنت. يعني انا جربت ميديكال تريتمنت فشل ساعتها جربت من الانبوبه. تفتكروا ولاد ايه مشاكل الانبوبه دي؟ اولا لو ما عقمتش كويس لو ما حقنتش لوكال انستيزي كويس بين اب تو نيوجينيك شوك. مع اولاد ولا لا؟ ولا بضرب بالمشرط ممكن اعمل هيموج ولا لا؟ وانا بدخل انبوبه ممكن اعمل نيوموثوركس بدخل هواء. وفي كومبليكيشن مهمه قوي قوي وما يعرفهاش دكاتره كتير على فكره. ايه هي بقى؟ بصوا لي انا دي كده هتحصل معايا انا شخصيا. انا فاضل بالظبط 10 دقايق. لا احنا قدامنا نص ساعه. لا نصلي بعض لا. بنضحك. الله سلامك يا ابن لا 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 بس لا 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 يا لا يا لا لا في كوميونيكيشن تاني كانت هتحصل معانا شخصيا. كنت ولاد في عيان كان عنده ليفر سيرفين كان عنده اسايتس عنيف وعنده بلود افيوجن مثلا وعنده سيفير ديست. فانا قلت اركب له انبوبه افضي فلويد اريحه شويه فاضل له من عمره هو ميت ميت بس تو ليفيس ليسي اتليست. كان عنده افيوجن مثلا وسايتس عنيف فعيني ما كانش قادر ياخد نفسه. قلت هركب له ابوه. كان في نايب جونيور نايب صغير بضفاير بقى الكوره بتاعته بشورته وعمال بيجي حواليه. قال لي ممكن يا انكل اتفرج عليك وانت بتركبها؟ قلت له تعالى حد. وقعدته جنبي على فكره احنا بنركب تشيستيو من اعظم دكاتره في العالم طبعا. الاي سي مع التواضع فهو جه وانا عادي ساعدني وركبنا الانبوبه. بعد ما ركبنا الانبوبه قلت له حط بلاستر وحط شاش وتعالى لي بقى ايه احكي لك احنا عملنا ايه. رحت قعدت في اوضه الدكاتره. جالي بعد شويه قلت له خلاص حطيت الشاش والبلاستر. قال لي اه وعمل كده بالظبط بالظبط. على فكره انت كنت ناسي كلام انا شطوله هو فكر للاسف. اللي حصل ان انا بعد ما ركبت الانبوبه كنت حاطط هنا كلاب قافلها. بقول لك احنا مركبين الانبوبه عشان ايه؟ فاضي وهو حاطط كلاب قافل يبقى اكيد نسي. فراح شاري كلاب. طبعا فنجان القهوه اللي معايا راح لابس وشه. انت ستارت ويز. كان بيصور في وشي. قلت له جاي على العيال. ليه بقى؟ انا قاصد ان انا احط كلام. ليه؟ العيال اللي بيبقى عنده ماسك انفيوجن اهو اللي عنده انفيوجن كتير يبقى ضغط على اللاج عامل لها كولابس. لو فضيت الفلود كله مره واحده اللاج يحصل لها صار اكسبانشن. يقوم داخل الدم اندر جاش، الدم يخش اندر بريشر. يرشح ميه في اللنج. يعمل بلمونه قديمه. بيسموها ري اكسبانشن بالمره دي. فالمفروض ان لو عندك ماسك افيوجن تفضي لتر
تروح قافل اربع ساعات وتروح فاتح تفضي لتر تروح قافل يعني تعمل جرادوال ايفاكويشن تخلي النار يحصلها جرادوال اكسبانشن مش صادر مفهوم ولا لا؟ لان لو حصلها صادر اكسبانشن الدم هيخش فيها ده جش يعمل تشرح ميه يعملها كويك اكسبانشن بالمونري مفهوم؟ طب افرض عيال تنطبق عليه المواصفات يعني ما عندوش سي بي ليست مش واصل السكند مش باص ولا بلاد الا اذا بلاد سيبه زي ما هو فور سبونتينوس ابسوربشن وتعالج الاندرلاين تي بي ندي انتيبيوتيكس تريتمنت مالجنسي ندي كيموثيرابي اخر حاجه في بلوت فيوجن ديفرنشال ودي مهمه جدا 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 للتدريب هقولها في خمس دقايق ان شاء الله وضح صاحبكم من السجن اللي انتوا فيه ايه بابا؟ في حد كان بيبرضك طيب هنقول الديفرنشال دياجنوز بصوا لي احنا اتفقنا الديفرنشال دياجنوز هو ايه؟ لا براحتكم ولا احنا لسه قدامنا وقت. في حد كان بينها في حد كان بينها الديفرنشال دياجنوز اوف سيمبتومز Science with types complications. Usually, differential diagnosis of symptoms, other cause of this, other cause of chest pain. Differential diagnosis of sign that is important. Usher sign, عينين. Blood effusion or basal darkness. إيه الحاجات اللي تعمل basal darkness؟ إيه الحاجات اللي تعملها basal دونس لا بص نقسم لازم يبقى في سيستم في حاجات فوق الدايفرام وفي حاجات تحت الدايفرام والدايفرام نفسه حاجات فوق الدايفرام ايه اللي يعمل لي دونس فوق الدايفرام ولا دايما تفكر اناتومي دايما تفكر اناتومي يعني عندك شيست وول ايه اللي يعمل دونس في الشيست وول تيومر ابسس في تشيس وول مفكره ولا لا؟ بعد تشيس وول في بلود بلور افيوجن بعد البلور في لونج 3 سي كافيتي ولابس كونسوليديشن بعد اللونج في الهارت بيكارديال افيوجن لو عندك بيكارديال افيوجن يعمل لك بيزل دارنس يبقى ايه الحاجات اللي فوق ده فاهم ولا لا؟ Chest wall. Chest wall اللي هما ايه؟ تيومر. ابسس. مش كده ولا لا؟ وراه. اللي هو الافيوجن. وراه. 3 سي كانت في الابس كونسنتريشن. وراه بكاد ايه؟ ممكن حاجات تبقى تحت الدايفرام. ايه اللي يعمل دارنس تحت الدايفرام؟ ليفر. ابسس. سلفينيك ابسس. اسايتس. تيومر بريجنسي في آلات الحمل وصل ايه؟ ايه دور؟ اليوترس بيوصل هنا ولا لا؟ مفهوم ولا لا؟ ممكن يعمل لي دارنس في الابدو ابغى واضح؟ طب سؤال ولا مش سؤال انا بعمل بالكشف ايدي بقى الضهر هل ايدي فوق الدايفرام ولا تحت الدايفرام الفرق ازاي يسحب نفس وبعدين بص يا جيبه على الجنب بعدين سيبه لغايه ما يحمر وبعدين جيبه على الجنب خد بالك هيتحرق منه لو سندوتش انا قصدي
ده اللي تفكيره انا اسمه شيفت مدلس. ايوه حاجه تانية خالص. لا لا بص شيفت مدلس الاسايتس بص لي عشان برضو بص لي انا بعمل بيكاشن ايدي بقى الضغط هل ايدي فوق الدايفرام ولا تحت الدايفرام بعرفها ازاي بص لي لنفرض ان ايدي تحت الدايفرام علفت الدايفرام هنا مش كده ولا لا دكاترة لو قلت العيل خد نفس الدايفرام هينزل ويسوق الليفر صح ولا لا ايدي كده بقت فين على الارض ولا لا هتقلب من ضل تاني انا ايدي ضل على الليفر معايا وادي الدايفرام قلت العيل خد نفس الدايفرام هينزل ويسوق الليفر لتحت ولا لا وايدي في مكان اهو بقت ايدي كده على ايه؟ ها؟ اللنج انا اقلب من ضل ريزنس حلو الكلام؟ لو ايدي بقى على اللنج وضل الدايفرام اهو قلت العيل خد نفس ايدك هتفضل ايه؟ ضل مفهوم ولا لا؟ ده بيسموه تايتل بالكشن اسمه ايه؟ واضح ده بيفرق بين الكوسس السوبر دايفراجماتيك والصاب اسمه ايه يا اولاد؟ فهمتوا ولا لا؟ في حد مش فاهمه؟ بصي بقى انا بعمل بكاش لقيت ايدي ضل لافت ايدي ضل على الليفر اوكي؟ ده ليفر اوكي؟ انت فاهم هنا ولا لا؟ ماشي؟ وانا في بين لونج صح؟ لما اقول عايز خد نفس الدفعه هينزل ويسوق الليفر لتحت ولا لا؟ ايدي كده بقت على ايه؟ الله هتقلب من ضل بقت ريزر دلوقتي ولا لا؟ كده اعرف ان كانت ايدي على الليفر ماشي؟ طيب لو انا بعمل بيكاشن بقيت ضل ودي لون هنا ضعفان لو قلت العيال خد نفس الدفعه هينزل هل هتفرق؟ ايدك هتفضل زي ما هي ضل ولا لا؟ فلو فضلت ضل تعرف ان انت ايدك على الله يعني لو ايدك قلبت من ضل لريزونت يبقى انت كنت على الليفر صح؟ ولو في ايدك ضل يبقى انت على الله واضح؟ مفهوم ولا لا؟ فانت كده عرفت اذا كان الضل فوق الدايفرام ولا تحت؟ في سبب ثالث يعمل بيز الضل دايفراجماتيك باراليسيس اسمه ايه؟ بص لي هنا تعمل ايه؟ بص لي هنا ازاي تعرف ان عيالك عنده دايفراجماتيك باراليسيس؟ حاجتين البني ادم الطبيعي يا اولاد البني ادم ايه؟ لما بياخد نفس بيعمل انسبيريشن الدايفرام بيكونتراكت ولا لا؟ غطه ينزل لتحت صح؟ صح من قبل ما انتبلش مفهوم؟ البني ادم ايه؟ طبيعي طيب لو انا عندي الدايفرام مشغول خلاص اتس نوت كونتراكت لما اخد نفس ايه؟ لا مش الفكرة لما اخد نفس بعمل بريشر نيجاتيف بريشر في البلورا ولا لا؟ ها؟ والدايفرام ستار كونتراكت هنا نيجاتيف ولا لا؟ الدايفرام اتشفت لفوق دوم الابدو من يحصل لها ريتراكشن عكس الطبيعي تاني بني ادم النورمال لما بنعمل انسبيريشن الدايفرام ينزل لتحت يعمل لك ابدومينال ايه؟ بلش ماشي لو الدايفرام مشلول بلايز مش بيكونتراكت صح العيال هياخد نفس سوق الانتركوس ماسلز هيعمل اكسبانشن للتشست عمل لي نيجاتيف ايه بريشر بلو ولا لا النيجاتيف بريشر يشفط الدايفرام لفوق لما الدايفرام يتشفط لفوق الابدومين يحصل لها عكس الطبيعي يسموها ابدومينال بارادوكس اسمها ايه؟ دي علامة ايه يا ولاد؟ دايفراجماتيك باراليسيس دايفراجماتيك ايه؟ في علامة تانية بص لي هنا انت شاكك ان عينك دايفراجماتيك باراليسيس بص تعمل ايه؟ هتعمل بيكاشن بص لي هنا انت شاكك ان عينك ايه؟ تعمل ايه؟ بيكاشن ريزون ايدك بقى ضابط حلو؟ ده طيب فاهم مفهوم ولا لا؟
تروح طالع فوق تو سبيسز بقت ايدك ايه؟ وهنا الدايفرام ولا لا؟ الدايفرام مشروق خلي علي ياخد نفس ياخد نفس لما ياخد نفس الدايفرام هيطلع لفوق ولا لا؟ فايدك تقلب من الريزونان يسموها ريفيرس تايدر بيركشن اسمها ايه؟ ريفيرس تايدر بيركشن معانا كنت ايه؟ دايفراجماتيك حد فاهم حاجه؟ اه بابا